مساء الخير زملائي زميلاتي، أتمنى بس واحد يكتب إذا الصوت واضح أو الصورة واضحة حتى نستمر، حتى راح أحكي بهذا التون نفس هذا الليفل، يعني ما راح أحتاج سماعة أو هيدفون. إذا الصوت واضح بس أي واحد يكتب لي. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا دكتور عثمان. هسه راح نبلش ان شاء الله. اتمنى تسوون منشنات لبقية الزملاء حتى يكونون موجودين ويانا من بداية المحاضرة، حتى اللي تروح عليهم سلايدات او مواضيع معينة. تمام دكتورة شهد، عاشت ايدش. تمام طبعا كلش اعتذر عن الخلل اللي صار البارحة. المفروض البارحة نطلع بهذا اللايف اللي هو راح يكون مخصص لموضوع الفينير بريبريشن، بس للأسف صار ظرف خارج عن إرادتي، وإن شاء الله اليوم راح نعوضه وراح نحاول نكفر الموضوع ونحكي بأكثر من كيس وبأكثر من حالة. تمام اليوم إن شاء الله عنوان المحاضرة سارة راح يكون عن موضوع الفينير بريبريشن، فقط راح نحكي على طرق تحضير الفينير. تمام شنو الانديكيشن والكونترا انديكيشن، وبيا حالات ممكن نفتح الكونتاكت من نسوي تحضير للأسنان، وبيا حالات ماكو داعي انه نفتح الكونتاكت. اللايف راح يكون راح احفظه لمدة يومين، ورا اليومين ان شاء الله راح نمسحه، لان راح يكون ان شاء الله كل اسبوع او كل اسبوعين راح يكون لايف على موضوع معين انتو تختاروه. تمام دكتورة إن شاء الله راح نحفظ اللايف لمدة يومين، راح يبقى سيفت لمدة يومين، ممكن أنتوا ترجعوا له أي واحد من الزملاء يقدر يرجع له إذا كان مشغول وعنده التزام. دكتور علي موفق بالامتحان إن شاء الله، ركز على امتحانك، راح يبقى اللايف مفتوح لمدة يومين، تقدر باكر أشوفه أو بعد باكر، حاليا ركز على امتحانك. أكيد دكتور علاء أكيد راح يبقى اللايف إن شاء الله. تمام هسه ترى راح نفوت بالمحاضرة مالتنا. اي اسئلة عندكم تخص الموضوع اتمنى انه تكتبوها بالكومنت، لا تنتظرون نهاية المحاضرة، يعني دائما اكتبوها حتى ان شاء الله من نخلص المحاضرة راح نرجع على سؤال نحكي بيه ونجاوب عليه، حتى الدسكشن يصير بيناتنا على نفس السؤال. بالبداية قبل ما نفوت بالموضوع لازم نعرف شنو الفرق بين الفينير والكراون. الفرق الوحيد الموجود بين الفينير والكراون انه الفينير التحضير ماله راح يكون فقط على الجهة الامامية من السن، يعني فقط على الليبيال سيرفيس. بحالات معينة احنا لازم نمد البريبريشن مالتنا ميجيالي وديستالي. شنو هي هاي الحالات راح نحكي عليها بعدين. بالنسبه للكراون، تحضير الكراون لازم احنا نسوي التحضير مالتنا يشمل كل الاسطح مال التوث، يعني ميجيال ديستال وليبيال اند باليتال. الفكره بالفينير احنا راح نعتمد على فتشي اسمه كيميكال ريتينشن. تمام هذا الكيميكال ريتينشن يعتمد على وجود الانامل بشكل اساسي، يعني من اني اقرر انه راح اسوي فينير لهاي الحاله لازم يكون عندي إنامل. إذا ما عندي إنامل نهائيا ما أفكر بموضوع الفينير، يعني دايركت الفينير أسوي له إكسكلود من التريتمنت بلان مالتي، لازم راح أشفت هنا أنا على الكراون، لأن البوندينج للإنامل هو كلش قوي، ولهذا أنا راح أقدر أعتمد على الكيميكال ريتينشن بالفينير بحالة وجود الإنامل. في حال كمية الإنامل اللي عندي قليلة او الكواليتي مال الانامل قليله، هسه راح نشوف كيسات احنا عندنا انامل، يعني عندنا كميه كافيه من الانامل على التوث سيرفيس، بس بنفس الوقت الكواليتي مال هذا الانامل الموجود هي باد، يعني جدا سيئه، ايضا انا ما اقدر اعتمد عليها. دائما الاولد ايج البيشنت اللي يكون كبير بالعمر الكواليتي مال الانامل ماله ما تكون جيده، يعني يكون بيها كراك، نحس الاسنان تكون كلش ويك، حتى مرات اثناء البريبريشن نحس الاسنان دا تتفتت جوا البير.
فهذا النوع من الإنامول ما نقدر نعتمد عليه بالأدهيجن، لأن الكيميكال ريتينشن إلا راح يكون كلش قليل. يعني الفكرة من أنا أقرر أسوي فينير مو الفكرة أنه فقط يكون عندي إنامول، لا، الكواليتي مال هاي الإنامول شلونها، هي بور لو هي جود. هاي النقطة أيضا كلش مهمة، هم لازم أنا أنتبه عليها من أقرر أسوي فينير. في حين أنا سويت كراون، الكراون راح أعتمد بيه على الميكانيكال ريتينشن، ما راح أعتمد بيه على الكيميكال، راح أعتمد على الميكانيكال. من اعتمد اني على الميكانيكال ريتينشن؟ يعني اني معتمد على الباراليزم الموجودة او اللي اني راح احققها عن ديورينج البريبريشن، يعني ما يكون عندي تايبرين كلش عالي، يعني البريبريشن مالتي ما يكون هرمي الشكل، يعني من اباوع على الكراون بالاندايركت فيجن عن طريق الميرور، من اشوف الفينيش لاين، هذا الرينج مال الفينيش لاين كونتينيوس كامل من الميجيال لحد الدستال، وبعدين من الدستال لحد الميجيال أشوفه واضح على شكل رينج، من أباوع ليبيالي على التوث أشوف الباراليزم ماله عدل، كمية التايبرينج الموجودة عندي لازم ما تتجاوز 20 درجة، لأن كل ما كان التايبرينج أكثر من 20 هذا الشيء راح يسوي لي فشي اسمه أوفر تايبرينج، يعني الفاينل شيب مال البريباريشن مالتي راح يكون هرمي الشكل، هذا راح يؤدي لي إلى خسارة بالريتينشن، لان اني ما حققت الباراليزم المضبوطه، فبالتالي الميكانيكال ريتينشن راح تقل عندي. صح اني راح اعتمد بنسبه مو قليله على السمنت، سواء جلاس اينومر سمنت او اي ريزن سمنت كيميكال او دول كيور، بس هذا ما يعني انه اني ما ادور على على الباراليزم، لا، ضروري جدا الباراليزم اللي راح احققه بين الاسنان. هسه راح نجي على الفينير. الفينير مثل ما قلنا هو يعتمد توتالي على البوندينج للتوث سيرفيس، يعني احنا ما عندنا ميكانيكال ريتينشن، عندنا فقط كيميكال ريتينشن، وهذا الكيميكال ريتينشن راح يعتمد بدرجة أساسية على وجود الإنامل، وقلنا احنا مو بس فقط وجود الإنامل وإنما الكواليتي مال هذا الإنامل اللي راح يكون موجود. شغلة كلش ضرورية لازم نعرفها احنا اللي هو الثيكنس مال الإنامل بالنسبة للليبيال سيرفيس مال التوث وين أكثر شيء يكون موجود. احنا مثل ما نعرف دائما السيرفايكال بارت مال التوث كمية الانامل اللي تكون بيه كلش قليلة، يعني الثيكنس مال الانامل بالسيرفايكال بارت مال الابر سنترال تقريبا راح يكون من 0.3 لحد 0.5، يعني ماكسيموم راح يكون 0.5. ولهذا دائما احنا شو نشوف بالناتشرال توث، نشوف دائما السيرفايكال بارت مال التوث الساتوريشن ماله عالي، الكروما عالية. ليش؟ لأن كمية الدينتين كلش طاغية، كلش تكون عالية. من نجي على الميدل بارت مال التوث راح تزداد نسبة الإنامل، راح يزداد الثيكنس مال الإنامل يوصل لحد 0.8. من أجي على الإنسايزال ثيرد مال التوث، الإنسايزال ثيرد مال التوث بي كمية كلش كبيرة من الإنامل راح تتعدى 1 مليم، يعني الثيكنس أو الماس مال الإنامل الموجودة بالإنسايزال ثيرد هي تتراوح من 0.8 لحد 1.2، ولهذا أكثر كمية من الإنامل إحنا راح نلاقيها وين؟ بالإنسايزال ثيرد. وأقل كمية أو أقل ثيكنس بالتوث سيرفيس بالنسبة للإنامل هو السيرفايكل، ولهذا دائما أنا من أسوي بريبريشن ومن أجي أرسم الفينيش لاين مالتي، دائما الفينيش لاين مالتي يكون لازم يكون كلش قليل حتى لا أسوي إكسبوز للدينتين بهاي الأريا. زين، هي المشكلة شنو؟ المشكلة احنا ليش دائما نتجنب نسوي اكسبوز للدينتين؟ اذا احنا احنا مثل ما نعرف انه الدينتين ايش بيه؟ بي دينتينال تيوبولز. هاي الدينتينال تيوبولز راح يكون بيها فلويد. اذا انا سويت اكسبوز للدينتين واجيت ثبتت الايماكس مالتي او الفينيرز مالتي على الليبيال سيرفيس على الدينتين، ويا الوقت راح تستمر الدينتينال تيوبولز انه راح تنطيني فلويد، يعني التسريب مال الفلويد والنضوح مال الفلويد راح يستمر من خلال الدينتينال تيوبولز. فويا مرور الوقت راح يصير عندي دي بوندينج بين الليبيال سيرفيس مال التوث وبين السمنت اللي هو بدوره جاي يسوي السمنت دي يثبت الفينير بالتوث سيرفيس. فنشوف ورا فتره انه يجي المريض وجايب وياه مثلا الابر لاترال، الفينير مال الابر لاترال، دكتور عندي هذا اليونت وقع او عندي هاي القشرة وقعت. هي بالحقيقة ما وقعت، وانما صار عندي فشي اسمه دي بوندينج،
فصل يعني السمنت اللي ملزوق بالفينير فصل عن الليبيال سيرفس مال التوث. ليش؟ لان البريبريشن مالتي ما كان ضمن حدود الانامل. اني سويت اكسبوز للدينتين بهاي الاريا، فدائما لازم اني احافظ على الانامل قدر الامكان. البوردرز مال التوث سيرفس لازم كله يكون على الانامل، يعني هذا فشي مانداتوري مو اوبشنال بالنسبه لنا. من اجي اسوي البريبريشن مالتي، الميجيال والدستال والسيرفايكال بارت والانسايزال بارت لازم كله يكون على الانامل. من راح نجي نحكي على التكنيكس مال الفينير بريبريشن او التايبس مال الفينير بريبريشن، لازم نبلش بفشي اسمه نونو بروف فينير. الفكره مال النونو بروف فينير شنو هي؟ انه اني ما راح اسوي اي بريبريشن على الليبيال سيرفيس مال الناتشرال تيث، مجرد اني راح اجي اخذ فاينل امبريشن وراح ادزها لللاب تكنيشن. شنو هي الحالات اللي اني اقدر اسوي فينير without preparation للاسنان with zero reduction؟ من تكون الاسنان هي لينجوالي تيب تيث، يعني الاسنان تكون ريتروكلاين لينجوالي، من يكون عندي اني بيك شيب لاترالز especially على اللاترالز انسايزر الاسنان تكون بيك شيب، يعني هي اوريدي سمول سايز، فاني بهالحاله ما يحتاج انه اسوي preparation للليبيال سيرفيس. يعني ممكن بعض الحالات انه فقط راح ارسم الفينيش لاين، ما عدا ذلك ما الى داعي انه اسوي اي بريبريشن على الليبيال سيرفيس. حالات معينه من حالات الميديان دايستيما، من يكون عندي ميديان دايستيما بين التو سنترال اني ممكن اسوي نونو بروف فينير. المشكله شنو هي بالنونو بروف فينير؟ المشكله راح تكون يم اللاب تكنيشن. الدنتال تكنيشن من راح يجي يسوي لي الفينيرز مالتي او من راح يجي يسوي لي اليونتس اللي هي without preparation ما عنده فينيش لاين، يعني ما راح يكون عنده فد خط فاصل بين الجزء المبرود من السن والجزء الما مبرود من السن، فما راح يعرف وين يخلي لي المارجن مال البروستيسز ماله، المارجن مال الفينير ما راح يعرف وين يوقفها. فهذا ايش راح يؤدي لي؟ يؤدي لي الى البريودنتال بروبلم، راح يصير عندي overhang. هاي الoverhang راح تؤدي الى localized gingivitis بهاي الاريا، واحنا مثل ما نعرف وهي قاعدة اساسية باي indirect prosthesis سواء veneer او crown او bridge، اذا اللثة مالتي ما تقبلت البروستيسز فالبروستيسز مالي راح يفشل، اذا مو هسا ورا شهر، مو ورا شهر ورا شهرين او ورا ثلاثة او ورا اربعة، لازم السوفت تيشو مالتي يتقبل البروستيسز. يمتى ما يتقبله؟ من يكون عندي overhang، لأن اللثة ما راح تتقبل هذا الover contour مال المارجن، فراح يؤدي لي إلى شنو؟ localized gingivitis بهاي الأريا، راح يصير عندي bleeding، راح يصير عندي bad odor، راح يجيني البيشنت chief complaint ماله شنو؟ دكتور صار عندي التهاب باللثة، دكتور أنا كل ما أفرج الأسنان يصير bleeding، راح تطلع رائحة غير مرغوب فيها، فهاي الأمور كلها لازم أتجنبها أني. طبعا هذا التايب من الفينير كلش كريتيكال، يحتاج كيس سيليكشن كلش عالي، يعني مو اي كيس انه الاسنان تكون بيك شيب او يكون عندها ميديان دايستيما اني اجي اسوي له نون بروب، لا مو كل كيس، يعني يحتاج كيس سيليكشن كلش عالي. البيشنت لازم يكون ويل ايجوكيتد، البيشنت لازم يكون كلش ويل ايجوكيتد. الشغله الثالثه لازم اني اتعامل ويا دنتال تكنيشن بروفيشنال بالشغل مالته. ليش؟ لان التكنيشن البروفيشنال بالشغل ايش راح يسوي لي؟ هاي المارجن وشلون راح يصفرها؟ يعني راح يجيب الثيكنس ماله بشكل تدريجي، راح يقللها، راح تكون على سبيل المثال راح يبلش الثيكنس مال السيرفايكال بارت مال الفينير 0.5، بعدين يرجع يقل يصير 0.4 0.3 0.2. ابو المختبر راح يدز لي الفينير مالتي الثيكنس مالها 0.2 سيرفايكال بارت، حتى اني ورا ما اسوي سيمنتيشن هاي ال 0.2 لازم اصفرها عن طريق الكت مال الفينيشينج والبولشينج مال الفينير، لازم اصفر هاي المارجن حتى قدر الامكان اتخلص من موضوع الاوفر هانج، حتى اللثه لا تتحسس من هذا الاوفر كونتور او الاوفر هانج الموجود سيرفايكالي.
طبعاً أنا بالنسبة لهذا النوع من الفينيرز مشتغل حالة واحدة هسا راح نناقشها سوا، اللي هي حالة الزميلي دكتور مصطفى. تقريباً هاي الحالة صار لها 5 سنوات أنا مشتغلها، والحد ذاك اليوم تواصلت وياه قال لي الأمور كلش أوكي واللثة كلش متقبل الموضوع، وأني دا أعتني بالمكان، يعني دائماً أنظف بالخيط، دائماً دينتال فلوس معوفة، الماوث ووش. فلهذا قلنا الكيس سيليكشن كلش مهمة، البيشنت لازم يكون ويل إدوكيتد، أيضاً اللاب تكنيشن لازم يكون فيري بروفيشنال. هنا سوينا هاي الانيشيال سيتويشن. إيش عنده هو مصطفى؟ هنا مصطفى عنده ميديان دايستما. بالنسبة للإنامول المكان كلها إنامول، الكواليتي مال الإنامول كلش عالية. فأنا شي جيت سويت، مجرد سويت سكيلينج أم بولشينج للأسنان، ليش؟ حتى يطلع عندي اللون الحقيقي مال التوث، حتى يصير عندي ديسكفر أو إكسبوز للناتشرال توث. ورا ما سويت سكيلينج أم بولشينج راح أجي أخذ الشيد مال الأسنان. جيت أخذت الشيد مال الناتشرال تيث، ورا ما أخذت الشيد راح أجيب التري، راح أخذ إمبريشن للأبر آرش. هاي الامبريشن راح ادزها لللاب تكنيشن. اللاب ايش راح يسوي؟ راح يصبها لهاي الطبعه وراح يطلع لي كاست. ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي سيراميك فراغمنت، يعني ما راح ينطيني يونت او ينطيني فينير على كل الليبيال سيرفيس، فقط على مكان الدايستما اللي هي بالميدل حتكون. فينطيني قطعتين من السيراميك فراغمنت. هاي القطعتين اني يا اما استخدم الماتيريال اللي راح استخدمها، يا اما تكون ليثيوم دايسيليكيت اللي هو الاسم العلمي والاسم التجاري مالتها الايماكس، يا اما استخدم الفولدسباثيك. الفولدسباثيك هي شنو؟ هي ماتيريال الاستاتيك مالتها كلش عالي، ممكن استخدمها بثيكنس كلش قليل 0.2 0.3، بس طبعا كل صعبه من يسويها ابو المختبر، يعني الدينتال تكنيشن من يقعد يسوي الفولدسباثيك فينير او فراغمنت فينير كل شيء يعاني، لان هي عباره عن باودر وليكويد راح يخلطهم ويبدي شوي شوي يسوي بولد اب للتوث. طبعا يسويه على ثين فويل، هذا شلون السيليفون اللي راح يخليه على الاسنان، وراح يبلش البولد اب مالته. فكلش ديفيكلت البروسيجر، مو ايزي يعني، ولا اي مختبر يشتغلها او ممكن يدبرها. المهم هنا تعاملت ويا مختبر بروفيشنال، جاب لي السيراميك فراغمنت من مادة الفولدسباثيك. هاي الفولدسباثيك أنا لازم أعالجها، حالها حال الفينير، فش لازم أسوي؟ طبعا راح يكون عندنا لايف خاص الموضوع السمنتيشن، بس هنا بشكل كل السريع راح أستخدم الهيدروفلوريك أسيد، بعدين راح أستخدم الفوسفوريك أسيد، راح أغسل وأنشف، بعدين راح أخلي الكحول 96% او 95%، بعدين السلاين، بعدين البون، بعدين راح اجيب الريزن سمنت مالتي وراح اسوي سمنتيشن. هاي الفاينل ريزلت مال الكيس. الاتشنج والبوندينج اللي خليته انا على الناتشرال توث هو فقط على الميدل بارت، يعني بالميجيال سايد مال البوث سنترال، وكانه انا اذا اريد اغلق الدايستما عن طريق الكومبوزيت. سويت اتشنج وبوندينج بالنسبه للناتشرال توث. بالنسبة للتو سيراميك فراغمنت أو الفولدسباثيك فراغمنت، أنا عالجتها عن طريق الهيدروفلوريك، بعدين الفوسفوريك، بعدين الكحول، سلاين، بوند، سمنت. كملت السمنتيشن، شلت الأكسس، انطيت انستركشن للبيشنت. البيشنت أوردي هو ويل إدوكيتد لأن هو دينتست، انطيت الانستركشن الصحيحة، فنجحت الطريقة بيدي. وهاي صار لها 5 سنوات inside patient mouth وما عندنا اي مشاكل. هذا كان الكيس الاول والاخير الان اشتغله without preparation. ليش؟ لان بصراحة دائما من اتناقش ويا ابو المختبر، ابو المختبر يقول اهم شغلة اني عندي بالindirect prosthesis هو الفينيش لاين، يعني اني لازم اعرف النقطة او المكان اللي انتهي بيها، اللي اوقف المارجن مال البروستيسيز مالتي. الاطباء من يدزولي طبعات without finish line او يدزولي كيس يقولون اشتغل هذا veneer without preparation، انا ما اعرف وين اوقف البروستيسز مالتي، المارجن مال البروستيسز. that is why كلش difficult هذا النوع من
الفينير، وبصراحة أبد ما أنطي ريكومنديشن عليه إلا بحالات كلش كريتيكال، يعني يحتاج كيس سيليكشن كلش عالي. هسه راح نجي على الحالات اللي راح نسوي بها البريبريشن وشلون راح نسوي البريبريشن. طبعا احنا بالفينير عندنا هذا البير اللي نسميه الثري ويلز بير او الجروف جايدد بير. هاي الويلز الموجودة ثلاثة، كل ويل مخصص البارت من التوث، يعني الابر هذا عندنا الابر راح يكون مخصص للسيرفايكال بارت، هذا راح يكون مخصص للميدل بارت، هذا راح يكون مخصص للانسايزال بارت مال التوث. طبعا هذا من اني البير راح اخليه على الليبيال سيرفس مال الناتشورال توث، لازم اني اسوي فولو للاناتومي مال الليبيال سيرفس، يعني امشي ويا الاناتومي مال التوث، مو اخلي البير عدل على التوث او اسوي بيه فد انكلينيشن كلش عالي وهذا الانكلينيشن راح يسوي لي اندر كت. تمام، هاي نقطه كلش مهمه. لا مو هيجي، انا ايش لازم اسوي؟ لازم اسوي فولو للاناتومي مال الليبيال سيرفس، لان احنا نعرف انه الليبيال سيرفس مال الناتشورال تيث هو مو ستريت، هو عبارة عن كيرف، فمن اجي على الليبيال سيرفس عندي كيرف، فالبير لازم اميله من اسوي بريبريشن للسيرفايكال بارت ارجع اعدله اسوي بارالل لللونج اكسس مال التوث، من اجي اخذ الميدل بارت يعني من الويل اللي بالنص يبدي ياخذ، بعدين ارجع البير كله راح اميله مرة ثانية اسوي بي انكلينيشن من اسوي ريدكشن المن للانسايزال بارت. هذا البير راح يسوي لي جروفز، هاي الجروفز راح تكون وين؟ على الليبيال سيرفس مال التوث. هنا سويت واحد سيرفايكال، واحد بالميدل، واحد انسايزل. ورا ما كملت طبعا ايش قد كميه الديبث اللي راح تصير عندي هنا؟ كميه الديبث اللي راح تصير عندي عن طريق هذا البير لازم اني اكون حاسبها. شلون اكون حاسبها؟ لازم اني قايس الثيكنس مال هذا البير، ايش قد الثيكنس مالته، راح اطرح الثيكنس من الشانك حتى اعرف ايش قد ده يطوب عندي انسايد بيشنت، يعني انسايد الناتشورال توث. يعني على سبيل المثال الثيكنس مال البير هنا كان 1.2، من راح اقيسه بالفيرنيه اني راح ينطيني 1.2. من اجي اني اقيس الشانك اللي هي النون كاتينج سايد مال البير، هاي الشانك الثيكنس مال الثيكنس مالتها على سبيل المثال 0.8، فاني اجي اطرح 1.2 ناقصا 0.8 بالمحصله ايش قد يطلع لي؟ يطلع لي 0.4. زين ايش قد اني دا افوت بالديبث بالناتشورال توث؟ دا افوت نصف ال 0.4 يعني 0.2، يعني كميه الريدكشن اللي دا يصير عندي على الليبيال سيرفس هو 0.2 فقط. وهكذا من اريد اشتري بير مثلا من اي ابو تجهيزات، اول شغله لازم اسويها اقيس الثيكنس مال البير بالكاتينج سايد، بعدين ارجع اطرحه من الثيكنس مال الشانج نفسها، راح يطلع لي الرقم، هذا الرقم راح اقسمه على 2 حتى اعرف ايش قد الديبث اللي راح ينطيني اياه هذا البير من اجي اسوي بريبريشن للفينير. زين كملنا احنا شنو؟ كملنا الويلز او الجروفز الموجوده على الليبيال سيرفس. وراها راح اجيب اي ماركر، ممكن استخدم قلم رصاص، ممكن استخدم قلم جاف او قلم سوفت، اي ماركر راح اجي اسوي بيه شنو؟ مارك الهاي الجروفات اللي انا سويتها. ليش؟ لان بتوين هاي الجروفات انا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ناتشرال توث سيرفس اللي انا اصلا ما سويت لاي ريدكشن. حتى النكست ستيب من راح اجيب هذا البير، وهذا البير راح يسوي لي ريموف للتوث ستراكشر اللي اني اصلا ما طخيتها اللي هي الاكسترنال توث سيرفيس، راح اظل اخذ من الناتشرال توث لحد ما يبلش يختفي عندي شنو؟ الماركر. من يختفي عندي الماركر اللي اني سويته يعني الامور عندي اوكي، لهذا الحد اني لازم اتوقف عن البريبريشن، هذا الحد يعني كلش كافي انه اني وصلت للدبث اللي سوالي البير الاولاني، فراح اتوقف وراح احول على البير الكلر كود ماله لازم يكون اصفر او احمر حتى اسوي فينيشينج وبولشينج للفينيش لاين. زين هسه راح نجي هنا الفكرة مالتنا، ورا ما نكمل البريبريشن مالتنا ايش لازم نحصل؟ لازم الليبيال سيرفس مالتي يكون كله سموث، يعني ما يكون خشن، ما يكون رف،
ما يكون عندي اي شاربيتشز، ما تكون عندي اي irregularity. شغلة. الشغلة الثانية واللي هي الاهم، دائما اني اسوي evaluation، اسوي تقييم للفينير مالتي او للpreparation مال الفينير مالتي عن طريق الclosal view. دائما الclosal view كلش ضروري حتى اسوي بي evaluation للpreparation مالتي. الفينش لاين مالتي لازم يكون continuous وسموث from one side to another side، ضروري. ايضا اليونيفورم او الثيكنس مال البريبريشن، يعني مو منطق انه اني مثلا ميجيلي اسوي تو ماتش ريدكشن او الفينش لاين الثيكنس مال الفينش لاين ميجيلي يكون اكثر من الديستالي. لا، الثيكنس مال الفينش لاين بهالاريا لازم يكون نفسه بالجهه الثانيه، نفسه بالميدل بارت سيرفايكالي. ما لازم الفينش لاين ميجيلي يكون عندي كلش وايد وديستالي يكون عندي كلش نارو. هذا شيء قدر الامكان احاول اتجنبه. شلون احاول اتجنبه؟ اتجنبه عن طريق فشي اسمه كنترول على الهاند بيس او كنترول على التب مال البير اثناء البريبريشن مالتي. هاي شغله كلش ضروريه انه انتم دائما من تسوون بريبريشن لازم يكون عندكم كنترول على التورباين او الهاند بيس اللي تستخدموها انتم حتى تحصلون على هذا اليونيفورم بالثيكنس مال الريدكشن. زين، هسه راح نجي نشوف هذا الفيديو مال تحضير الاسنان. قبل ما نشوف هذا الفيديو اكو بعض الاسئله راح اجاوب عليها حتى لا يصير عندنا يعني انتربتد بالنسبه للمعلومات، حتى الامور كلها تكون واضحه، حتى من نمشي خطوه بخطوه لا يصير عندنا اي انقطاع بسلسله المعلومات. زين، هسه راح نجي هنا. اوكي، البث ان شاء الله راح ينحفظ. عندنا هنا سؤال على الباراليزم مال الفينير. بالنسبه للفينير مو بالضروره نحصل باراليزم. ليش؟ لان احنا قلنا بالفينير احنا معتمدين على الكيميكال ريتينشن، ما راح نعتمد على الميكانيكال. لو احنا معتمدين على الميكانيكال ضروري نحصل باراليزم، بس ما راح نحتاج الباراليزم بالنسبه للفينير. اي دكتور، هذا الفيديو راح يوضح الفكره، بس اريد اكمل كل الأسئلة لحد هاي اللحظة حتى أيهما أقوى من ناحية الريتينشن بالنسبة للدينتين لو الإنامول. أكيد بالنسبة للريتينشن نحصله إحنا عن طريق الإنامول، لأن الإنامول ما بيفلويد، الدينتين بيفلويد. فالدينتين ويا الوقت راح يصير عندي نضوح للفلويد الموجود إنسايد الدينتانال تيوبولز، فهذا الشيء راح يقلل لي من السترينث مال البوند. اكثر مكان بيها انامل اكيد هي الانسايزل ثيرد، الانسايزل ايج كلش بيها انامل هوايه، بس هذا ما يعني انه اني ما احافظ عليها. لا، لازم احافظ عليها حتى لو كان عندي تو ماتش انامل بالانسايزل ثيرد. زين، شنو الحل في حال صار عندي اكسبوز للدينتين؟ سؤال كلش حلو من دكتورة غدير. من يكون عندي اكسبوز للدينتين انا عندي هنا حلين. الحل الاول انه احاول احصل على فتشي اسمه ميكانيكال روتينشن بالاضافة للكيميكال. يعني احنا ما قلنا بالفينير فقط الليبيال سيرفس نسوي بريباريشن، هاي بالنسبة من تكون الاسنان تايت كونتاكت، يعني ما عندي اي سبيسز بين الاسنان. بس من يكون عندي سبيسز بين الاسنان، الفينش لاين مالتي ميجيال وديستال لازم يكون بي اكستند. يعني من اجي اسوي بريبريشن للليبيال سيرفيس راح اسوي اكستند، راح امده للبريبريشن مالتي ميجيال وديستال، افوت على البروكسيمال اريا بحالة السبيسز. من يكون عندي بعض المناطق اني مسوي بيها اكسبوز للدينتين، عندي حلين.
لهذا الموضوع. الحل الأول المنطقة سويت بها إكسبوز للدينتين أسوي لها سيل عن طريق الفلاوبل، يعني أكو فد بوينت معينة بالسيرفايكال بارت أنا سويت بها إكسبوز للدينتين، هنا أنا شجي أسوي؟ راح أغسل وأنشف، راح أخلي إتشينج بسيط، راح أخلي شوية بوند، وراح أخلي فلاوبل. إيش قد أخلي فلاوبل؟ قطرة واحدة فقط. راح أخلي فلاوبل على هالأريا. ليش؟ ورا الفلاوبل راح أسوي كيورينج، بعدين راح أعيد البريباريشن بهالأريا حتى المكان صار بها إكسبوز للدينتين صارت سيل كلها انغلقت، سويت بلوك أوت الكل الدينتانال تيبيولز عن طريق الفلاوبل. الطريقة الثانية شنو؟ أحاول أعوض هاي الأريا اللي صار بها إكسبوز للدينتين إنه أحصل على ميكانيكال ريتينشن. شلون ححصل على ميكانيكال ريتينشن وأنا البريباريشن مالتي كله ضمن حدود الإنامل؟ من راح أمتد ميجيال وديستال الفينيش لاين مالتي أو الريدكشن مالتي، راح أمد ميجيال وديستال بحالة السبيسز شوية أعبر على البليتال، يعني ميجيال وديستال فتشي كلش بسيط أعبر على البليتال. ليش؟ حتى والمختبر من يسوي لي الفينير راح يخلي لي الليبيال والميجيال والديستال وراح يمد لي فتشي كلش بسيط، يعني 0.2 ماكسيمم 0.3 على البليتال، يمد لي الفينير على البليتال. ليش؟ حتى يصير مثل الميكانيكال وكأنه الفينير راح يحضن التوث من جهة الليبيال، فهذا ينطيني little bit فد ميكانيكال ريتينشن بالإضافة إلى الكيميكال اللي أوردي أنا معتمد عليه 100%. خلينا نشوف الفيديو. تمام، هذا الفيديو طبعا شنو دائما من نطلب من البيشنت انه ينطينا الريال سمايل مالته، المريض ما ينطينا الريال سمايل، يعني ينطينا فيك سمايل إله، فنضطر احنا شنو نسوي؟ نسوي فشي اسمه فيديو ريكورد، يعني راح نصور البيشنت فقط السمايل مال البيشنت نصورها في فيديو ونبدي نسوي ديسكشن ويا البيشنت وممكن شوية نتلاطف وياه بالكلام. ليش؟ حتى ينطينا الاسبونتينوس سمايل مالته، ينطينا الابتسامة الحقيقية مالته الريال مو الفيك، فحتى نعرف اش قد من السندة يطلع، اش قد من اللثة ده تطلع عندي ديورينج سمايل. هاي شغلة كلش ضرورية، هاي احصلها عن طريق الفيديو ريكورد اللي راح اسوي بيه سمايل اناليسز. هنا بلشت اللي هو اول بير اللي راح يكون اللي 3 ويلز او الجايدد جروف بيرز، ده تشوفون دائما اسوي بيه انكلينيشن، يعني من اجي على السيرفايكال بارت الانسايزال بارت لازم اسوي انكلينيشن بالبير، من اجي على الميدل البير يكون بارالل لللونج اكسس مال التوث، من اروح على السيرفايكال بارت اجين انكلاين. هاي الجروفات اللي سويتها عن طريق البير لازم اجي احددها بالماركر. تمام، ليش احددها بالماركر؟ حتى اعرف الدبث مالتي ايش قد صار. راح اجيب البير الاخير اللي هو ايش راح يسوي لي؟ راح يشيل لي كل التوث سيرفس او التوث ستراكشر الموجود بين هاي الثري جروفز، راح اظل اخذ من الناتشرال توث لحد ما يبدي يختفي عندي الماركر. الان خليته بالجروفات، من يبدي يختفي الماركر يعني اني وصلت للدبث اللي سوالي اياه البير الاولاني، لهنا راح اتوقف اني. الكت اللي استخدمه بالنسبة للبريباريشن هو مال ليستردينت، الليستردينت بريباريشن كت اسمه البلس، يعني هذا يكفيني تقريبا 7 حالات 8 حالات وراء اسوي له ديسكارد حتى سعره يكون كلش يعني رخيص مو غالي. هي ما بيها ضرر، يعني الدنتانال تيوبيولس يكون بيها فلويد، هذا الفلويد ما بيه ضرر، بس اكوردنج للهيدروديناميك ثيوري اللي احنا ماخذيها بالكليه الموفمنت مال الفلويد انسايد الدنتانال تيوبولس راح تسوي لي سنسيتيفيتي. الشغله الثانيه، هذا الفلويد ويا الوقت راح يسوي لي دي بوندنج، راح يفصل بين الناتشرال توث وبين السمنت، راح ابقى اشيل من الناتشرال توث سيرفيس ليبيالي لحد ما يطلع عندي شنو الماركر يبلش يختفي. من يبلش يختفي الماركر يعني لهنا اني لازم اتوقف، ما لازم اكمل. مثلا بهذه الحالة مال لاترال ما دام انا عندي سبيس ديستالي، فبالنسبة للديستال بارت الفينيش لاين مالتي لازم يمتد للبروكسيمال اريا. تمام،
هنا طبعا راح نخلي الريتراكشن كورد. الريتراكشن كورد it is up to you. احنا ممكن نستخدم سنجل ريتراكشن كورد او ممكن نستخدم الدبل ريتراكشن كورد. دائما الدبل ريتراكشن كورد افضل. دائما الفيرست يسوي لي الفيرست ريتراكشن كورد يسوي لي vertical displacement للقم حتى اني افنش الفينش لاين براحتي. السكند ريتراكشن كورد اني اخليه قبل ما اخذ الامبريشن، قبل ما اخذ الفاينل امبريشن مالتي. هذا الفاينل الفاينل بريباريشن مالتي. هسه على الاسنان راح تكون ريدي حتى اني اخذ بيها الفاينل امبريشن. هسه راح نجي على موضوع ضروري اثناء تحضير الفينير مالتي. هل الافضل انه اني دايركت اسوي بريباريشن على الاسنان عن طريق البيرز مالتي؟ لو لازم البريباريشن مالتي يكون ثرو ذا موكب، يعني اني اخلي موكب على الاسنان ومن فوق الموكب اني اسوي البريباريشن مالتي، شنو راح يكون الفرق بيناتهم؟ هنا على جهة اليسار انا ايش عندي؟ عندي البريباريشن راح يكون دايركت على الاسنان، يعني كمية الريدكشن كلها راح تكون منين؟ من الناتشرال توث. هنا على اليمين ايش عندي؟ لا، البريباريشن راح يكون من فوق الاكريليك، يعني من فوق الموك اب ماتيريال او البسكريليك ماتيريال. ياهو الافضل؟ تعالوا خلينا نشوف ياهو الافضل. بهذا المخطط على جهة اليسار ايش عندي؟ انا عندي هنا انامل وهنا عندي دينتين، تمام؟ وعندي هذا البير اللي هو الثري ويلز اللي قلنا اللي هو يعتبر الستاندر مالتي اثناء الفينير بريبريشن. البير اللي راح استخدمه انا حتى اسوي ريدكشن من الليبيال سيرفيس ايش قد الديبث مالته؟ 0.8. من البير يكون الديبث مالته 0.8 واجي اني اسوي ريدكشن على الليبيال سيرفيس ايش قد راح اخذ من الانامل الموجود؟ راح اخذ 0.8 كامله، لان البير كله راح يطوب على الليبيال سيرفيس، فالديبث عندي راح يكون 0.8. زين، من اجي اني راح اخلي على التوث على جهة اليسار، هسه راح نحكي العفو اليمين، من راح اخلي موك اب ماتيريال او برو تيمب ماتيريال على الليبيال سيرفيس، وفلنفرض انه هاي الموك اب ماتيريال الثيكنس مالتها 0.5، تمام؟ من اجي اني استخدم نفس البير اللي الديبث مالته يكون 0.8 ايش قد ياخذ لي بالحقيقه من الانامل؟ فقط 0.3. يعني ال 0.5 كلها راحت منين؟ من التيمبوراري ماتيريال او من الموك اب. ولهذا هذا التايب من البريباريشن اللي هو نسميه بريباريشن ثرو ذا موك اب دائما يكون كلش كونسرفاتيف حسب الدراسات اللي هو تعتبره، يعني الدراسات دائما تعتبر هذا النوع من البريباريشن هو موست كونسرفاتيف واي، ودائما يسوي له ريكومنديشن. ليش؟ لان كميه الناتشرال توث اللي راح يصير بيها ريموف كلش قليله. الاكثريه يعني اغلب الريدكشن راح يكون من البسكريليك ماتيريال وليس من الناتشرال توث، ولهذا دائما يفضلون هذا النوع لان هو يكون كونسرفاتيف للتوث سيرفيس. هذا ريفيو بالنسبه للحكي اللي حكيناه بالبدايه. احنا قلنا مثل ما نعرف انه التوث الليبيال سيرفيس مالتنا شلون راح يكون؟ راح يكون على شكل كيرف، ما راح يكون ستريت، سيرفايكال وميدل وانسايزل. ولهذا انا من اجي اريد اسوي بريباريشن على الليبيال سيرفيس مال التوث لازم البير مالتي شو اسوي له؟ اسوي له انكلينيشن، انكلاين سيرفايكالي حتى اسوي فولو المن للاناتومي مال التوث. من اجي اسوي بريباريشن للميدل بارت مال التوث لازم البير يكون شنو؟ البير مالتي لازم يكون بارلل لللونج اكسس مال التوث. من اجي اسوي بريباريشن للانسايزال بارت ايضا لازم اسوي انكلينيشن، لان انا الانكلينيشن وين موجود عندي؟ موجود عندي انسايزالي وموجود عندي سيرفايكالي. فمن اجي على السيرفايكال وعلى الانسايزال بارت لازم اسوي انكلاين للتوث. هنا السؤال شنو؟ كمية الانكلينيشن اللي انا اريد اسويها لازم ما تتجاوز ال 15 درجة، لان من كمية الانكلينيشن تكون اكثر من 15 درجة، يعني هنا اني دا اسوي اكسبوز للدينتين بالسيرفايكال بارت. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، اني سويت فتشي اسمه اندركت. هذا الاندركت سويته سيرفايكالي. وشلون اتأكد انه اني سويت اندركت؟ من راح اخلي الميرور مالتي بالاندايركت فيجن حتى اباوع على الفينش لاين مالتي،
ما راح اشوف الفينيش لاين، لان يعني الفينيش لاين مالي كل صاير ديب لي جوا. بالنسبه للتيمبوراري ماتيريال او الموك اب ماتيريال دكتور، ما راح نحتاج شو اسمه، ما راح نحتاج اي اتشينج بوند حتى نثبتها. هسه راح يجينا فيديو وراح نشوف شلون راح نثبتها من دون اي اتشينج او بوند. الماده اللي نسوي بيها موك اب هي تيمبوراري ماتيريال، اما تكون بسكريليك ماتيريال او برو تيمب ماتيريال، يعني حسب الشركه اللي راح تستخدمها انت من تسوي الموك اب. زين، هسه راح نجي على كميه الريدكشن. كميه الريدكشن مثل ما قلنا تعتمد على الدبث مال البير او كميه الثيكنس مال البير. انا لازم اقيس الثيكنس مال البير مالتي، تمام، واقيس الثيكنس مال الشانج مال البير. راح اطرح اشوف ايش قد الاكتف بارت مال البير، اطرح منه الشانج يطلع عندي الناتج. هذا الرقم اللي يطلع عندي لازم اقسمه على 2 حتى انا اعرف بالضبط ايش قد كميه الدبث اللي تصير عندي. شغله كلش ضروريه لازم تخلوها ببالكم، اللي هي الثيكنس مال الانامل بكل سن. يعني مو منطق اني اجي احفظ كل هاي الارقام حتى اعرف ايش قد كميه الانامل بكل توث، بس على الاقل لازم اعرف ايش قد كميه الانامل اللي موجوده وين بالابر سنترال، لان دائما اني الابر سنترال ضمن الخطه مالتي من اسوي فينير، من اسوي سمايل. فدائما الكميه مال الانامل بالسيرفايكال بارت الرينج مالتها 0.4، لان هي تتراوح من 0.3 لحد 0.5، فالرينج مالتها 0.4. كمية الثيكنس مال الانامل الموجود بالميدل بارت هو 0.9. اما مثل ما متفقين احنا كمية الانامل الموجودة بالانسايزال ثيرد هي تو ماتش، يعني تعبر الواحد مليم، تمام. فاني اذا اخذ مثلا الابر سنترال هو الستاندر مالتي حتى بقية الاسنان هما يتبعون الابر سنترال، انا اعرف ايش قد عندي ثيكنس بالنسبة للانامل بالابر سنترال، وراح امشي هذا الشيء كواقع كواقع حال على بقية الأسنان. شلون نقيس الثيكنس مال البير؟ بأي طريقة راح نعرف الثيكنس مالته؟ زين، احنا مثل ما قلنا بالبداية البير راح نجي نقيسه عن طريق الفيرنية، تمام. ان شاء الله باكر اذا قدرت بالباكر جمعة السبت او الاحد بنروح للعيادة، راح اصور لكم في فيديو بسيط شلون اقيس الثيكنس مال البير عن طريق الفيرنية. لازم اقيس الاكتف بارت مال البيرج قد، واجي اقيس الشانج مال البيرج قد. على سبيل المثال الاكتف بارت مال البير طلع 1.2 والشانج مال البير طلعت 0.8، ف 1.2 ناقصا 0.8 راح يطلع الناتج عندي 0.4. هذا ال 0.4 لازم انا اقسمه على 2، ايش قد يطلع الناتج؟ يطلع الناتج 0.2، يعني كميه الدبث اللي تصير عندي على الناتشرال توث او كمية الريدكشن اللي دا يصير عندي هو 0.2، تمام. ان شاء الله تكون واضحة هسا. زين، القلم اللي دا نسوي به ماركر للجروفات هو اي قلم كان، ممكن تستخدم قلم جاف، ممكن قلم سوفت. انا بالنسبة لي استخدم قلم الرصاص الاعتيادي، كلش كلش بيرفكت، قلم الرصاص كلش كافي. اذا عندنا كلاس 4 ياهو افضل نسوي حشوه وراها بريبريشن لو ما يحتاج؟ لا دكتوره علا ما يحتاج. من يكون عندنا كلاس 4 ماكو داعي انه نسوي كومبوزيت ريستوريشن بعدين نرجع نسوي بريبريشن على الناتشرال توث وعلى الكومبوزيت. نخلي التوث بكلاس 4 كلش اعتيادي، نحاول قدر الامكان نحافظ على كميه الانامل الباقيه عندنا بالتوث، ماكو داعي. بالنسبه لكلاس 3 لا، نعالج الكلاس 3 وبعدين نسوي البريبريشن مالتنا. زين، هسه راح نجي، احنا حكينا على الليبيال ريدكشن بالنسبه للفينير، هسه راح نجي على الانسايزال ديزاين او الانسايزال ريدكشن ديزاين بالنسبه للفينيرز. احنا عندنا 3 انواع. عندنا النوع الاول اللي هو الانسايزال انترلوك بريبريشن، وعندنا النوع الثاني اللي هو الانسايزال بات جوينت بريبريشن، وعندنا اللينجوال راب بريبريشن. شنو الفرق بيناتهم؟
الفرق بيناتهم ان النوع الاول اللي هو الانسايزال انترلوكو بريباريشن، البريباريشن مالتي فقط راح يكون على الليبيال سيرفيس مال التوث، تمام؟ فقط راح اسوي بريباريشن فروم سيرفايكال تو انسايزال فقط على الليبيال سيرفيس. زين شنو الانديكيشن مال هذا النوع مال البريباريشن؟ من يجيني بيشنت والتشيف كومبلين مال البيشنت هو فقط اللون، يعني يقول دكتور اني اريد اسوي فينير حتى اغير اللون مال الاسنان مالتي، فاني اسوي بريباريشن فقط على الليبيال سيرفيس من دون اي ريدكشن انسايزلي. بس من يجيني بيشنت ويقول لي دكتور اني اريد اغير اللون مال الاسنان وايضا اضيف كاركترايزيشن انسايزلي، خاصه من يجيني طبيب اسنان يقول لي دكتور مثلا اني اريد اخلي ترانسلوسنت كلش بسيطه انسايزلي، او يجيني مثلا بعض البنات يقولون دكتور اريد تخلي لي فد ماميلونز بسيطه بالانسايزال ثيرد، بهاي الحاله اني مضطر شو اسوي؟ اسوي ريدكشن انسايزلي، يعني بالاضافه الى الليبيال ريدكشن لازم اسوي ريدكشن انسايزلي. ايش قد هذا الريدكشن اللي اني راح اسوي انسايزلي؟ 0.5 كلش كافي، حتى ابو المختبر من يعوض لي ال 0.5 الآني قصيتها يعوض لي إياها، يقدر يخلي لي بيها ترانسلوسنت، ممكن يخلي لي بيها هالو إفكت، ممكن يخلي لي بيها ماميلونز حسب ما أنا أطلب منه أو حسب رغبة المريض. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو اللينجوال راب، أنا راح أسوي ريدكشن بالنسبة للليبيال سيرفيس، أيضا راح أسوي ريدكشن وين؟ على الانسايزال ثيرد، وراح امد البريباريشن مالتي على الباليتال سايد. طبعا هذا حسب الدراسات انه الاكستند مال البريباريشن مالتي على الباليتال سايد حتى شي يصير عندي، حتى يصير عندي ريتينشن. بس هذا اكثر نوع بالدراسات ما يفضلوا ابد، ما يسووا له ريكومنديشن. ليش؟ لان يقولون احنا من نسوي ريدكشن ليبيالي وانسايزالي وايضا من الجهة اللينجوال او الباليتال، هنا دا يتكون عندي فد ويك اريا، هاي الويك اريا ممكن يصير بها تشيبينج او فراكتشر او كراك، ولهذا ابد ما يسوون ريكومنديشن لهذا النوع. اكثر نوع يسووا له ريكومنديشن هو شنو؟ هو النوع الثاني اللي هو الانسايزال بات جوينت بريباريشن، اللي هو ايش قلنا؟ يتضمن فقط انسايزال ريدكشن 0.5. فدائما هذا النوع يسووا له ريكومنديشن بالدراسات، تمام؟ اللي هو labial reduction بالإضافة إلى incisal reduction 0.5. زين هسه راح نجي لا ما راح يقل الريتينشن دكتورة حنان، ما راح يقل الريتينشن، بالعكس البعو انتو اخذوها، يعني السمنتيشن مال الفينير أقوى شيء، أقوى شيء راح يكون للإنامل، ورا الإنامل يجي كومبوزيت، بعدين وراهم يلا يجي الدينتين، يعني أتعس ستركشر ممكن يثبت عليه الفينير هو الدينتين، وأفضل شيء هو الإنامل. زين أنا أثبت الفينير مالي على كومبوزيت لو أثبت على دينتين ياهو الأحسن؟ طبعا أثبت على كومبوزيت هو أفضل. ليش؟ لأن الكومبوزيت ما بي فلويد، الكومبوزيت ما راح يسوي لي نضوح للفلويد أو يسوي لي ديبونيك على المستقبل. أنا بالعكس من عندي مناطق صاير بيها اكسبوز للدينتين، اني اجي اسوي سيل لهاي الاريا عن طريق الفلاوبل كومبوزيت، ولهذا ما راح يصير عندي اي مشكلة. عندنا سؤال بالكلاس 4 يكون اكسبوز للدينتين بالفلاوبل ونكمل فينير لو شلون؟ اي من يكون عندي كلاس 4 ماكو داعي اني اعالج الكلاس 4 عن طريق الكومبوزيت وبعدين اسوي بريباريشن، لا اعوف التوث مكسور واسوي له بريباريشن، يعني اعتبره سن كلش اعتيادي، اعتبره سن مكسور واسوي له بريباريشن. نسوي فولينج للكلاس 4 بهالمنطقه ينسد، يعني يزداد الثيكنس بمنطقه الكسر ممكن متدرج بس مو بالضبط. هسه راح نجي هسه هنا راح نحكي على هذا البير. دكتوره دكتور الدليمي يقول البير مرات ما يكون 0.2 ثيكنس ماله، يجي متدرج، اللي هو يقصد هذا التايبرد يجي تايبرد ما يجي بارلل. هسه راح نحكي على الفرق بيناتهم، من نستخدم بير بارلل شلون راح يكون البريباريشن مالتنا، ومن نستخدم بير تايبرد شلون البريباريشن مالتنا.
دكتورة فاطمة، إن شاء الله راح يكون عندنا لايف خاص راح نحكي بيه عن السمنتيشن مال كل الأنواع، سواء زرقونيا أو إيماكس أو بي إف إم اللي هو السيرامي. هسا راح نجي نحكي هنا شنو على الدايركشن والأنيجوليشن مال البير. إحنا عندنا تو تايب من البيرز اللي راح نسوي بيهم الفينير، عندنا البارال تايب وعندنا شنو التايبرد. زين، من راح نجي نسوي البريبريشن مالتنا عن طريق البارال، ما دام الويلز راح تكون بارال تو ايتش اذر، اني لازم اسوي شنو فولو للاناتومي. تمام، شلون يعني اسوي فولو للاناتومي؟ يعني هذا من اجي على السيرفايكال بارت اسوي انكلينيشن بالبير، من اجي على الميدل بارت البير لازم يكون بارال لللونج اكسس مال التوث، ومن اسوي بريبريشن للانسايزال بارت لازم اسوي انكلينيشن بالبير. زين، في حين اني استخدمت التايبرد بير ماكو داعي انه اني اجي اسوي انكلينيشن بالبير سيرفايكالي وانسايزالي، لا، البير راح اخليه بارال لللونج اكسس مال التوث، ومباشره راح اسوي شنو اخذ ريدكشن من التوث. ليش؟ لان اذا تلاحظون هذا التايبرد دائما انسايزالي ثيكنس ماله عالي، لان انا عندي هوايه انامل بالانسايزل، الميدل يكون اقل والسيرفايكال يكون اقل، فهو اوريدي مسوي لي فولو للاناتومي مال التوث، يعني الديزاين ماله يتبع الاناتومي مال التوث، فماكو داعي انه اسوي انكلينيشن بي، لازم ابقي عدل. زين، هنا الدكتوره نوره تقول اذا اسنان البيشنت طويله ويريد يقصرهن ايش قد لازم اخذ من الانسايزل؟ ممكن ناخذ من الانسايزل 1 مليم ونطلب من المختبر يرجع لنا فقط 0.5. تمام، يعني اذا التشيف كومبلين مال البيشنت انه الاسنان مالي كلش لونج انا اريد اقصرها، احنا ممكن ناخذ 1 مليم انسايزل ريدكشن ونطلب من ابو المختبر ما يعوض ال1 مليم، يعوض فقط ال0.5، و0.5 تبقى كامله يعني صاير بها ريدكشن. هسه راح نجي نحكي على موضوع كلش ضروري وانتو ابد 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 ما تنتبهون اله، ما تعيروا له اهميه، اللي هو شنو؟ اللي هو الكلر كود مال البيرات. يعني احنا من نجي نشوف هنا البيرات شو نشوف بيها؟ شوف عندنا بير اصفر الكالر كود ماله اصفر، هنا عندنا اخضر، هنا عندنا ازرق، هنا عندنا احمر، هنا عندنا اسود، وهنا عندنا ابيض. يعني شنو هاي الالوان؟ هاي الالوان تدل على شنو؟ على كمية الدايموند سيستم الموجودة. ايش معنى كمية الدايموند سيستم الموجودة؟ يعني كمية الدايموند سيستم الموجودة بالتب مال البير، اكثر بير بي دايموند سيستم هو الاسود، يجي وراء الاخضر ويجي وراء الازرق. تمام، وراهم ايش يجي عندنا؟ يجي عندنا الاحمر بعدين الاصفر بعدين الابيض. زين، شنو هاي الالوان؟ هاي الالوان تدل على كمية الدايموند، اكثر بير بي دايموند سيستم هو منو؟ هو الاسود. ما دام بي دايموند سيستم كلش هواية يعني الكاتينج افشنسي ماله كلش راح تكون عالية، ورا راح يجيني الاخضر ورا راح يجيني الازرق. بالنسبة للفينيشنج والبولشنج مال البيرات راح يكون عندي الاحمر والاصفر والابيض، هذولا كمية الدايموند الموجودة بهم كلش قليلة، ولهذا من اسوي بهم كاتينج ما راح ينشال هواية من الناتشرال توث لان كمية الدايموند قليلة. بس خلوا نقطة ببالكم، كل ما تكون كمية الدايموند هواية مثلا بالاسود او بالاخضر او بالازرق، كل ما تكون كمية الدايموند هواية كل ما هذا ينطيني كاتينج افشنسي عالي، وكل ما تكون الكاتينج افشنسي يكون عالي هذا يعني شنو؟ يعني كمية الهيت او الحرارة اللي دا تتكون عالية، ولهذا انا شو احتاج بهاي الحالة؟ بهاي الحالة انا راح احتاج كولينج سيستم حتى اقلل من كمية الحرارة اللي دا تتكون. الكولينج سيستم طبعا ايضا احنا ما ننتبه عليه حالة حال الكالر كود مال البير، احنا لازم ننتبه على التوربين الموجودة عندنا اللي نستخدمها بالعيادة، هل هي بيها فتحة واحدة مال كولينج؟ لو بيها مثلا ثلاث فتحات، لو بيها ستة، لان كل ما يزداد عدد الهولز او الفتحات اللي موجودة بالتوربين راح يزداد عندي شنو؟ الكولينج سيستم.
فبالتالي كمية الحرارة اللي دا تتولد كلش راح تكون قليلة لأن الكولينج سيستم دا يبردها. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي انتبه عليها هو شنو؟ هو اللينكث مال البير. يعني مرات احنا نستخدم البير اللي يكون لونج، الشانج ماله يكون لونج، بس ما ننتبه انه الكولينج سيستم من دا يطلع دا يصير على الشانج ما دا يصير على التب مال البير. احنا الحرارة وين تتولد عندنا ديورنج بريبريشن؟ على التب مال البير. فشنو الفائدة انه الووتر من دا يطلع من التوربين دا يروح على الشانج؟ ما دا استفاد اني شي. اني اريد الحرارة، اريد الووتر من يطلع يجي على التب مال البير، لان الحرارة دا تتكون بالتب وليس بالشانج. فهاي نقطة ايضا لازم تنتبهوا لها، اللي هو اللينكث مال البير مالتي لازم يكون نورمال وليس يكون اللونج. اللونج هذا الى استخدامات اخرى خاصة الجماعة الاندو، احنا ما نستفاد منه بالبريبريشن. هنا الدكتورة دي تسأل بالضبط هي نفس ألوان الفايلات. exactly. نفس ألوان الفايلات. هنا شي يقول الدكتور، يقول إذا عندنا كلاس 4 وصاير اكسبوز للدينتين يعني راح ما راح يصير عندنا دي بوندينج؟ لا دكتور، الكلاس 4 غالبا ما يصير بي اكسبوز للدينتين، يعني الاكسبوز مال الدينتين راح يكون فقط انسايزلي، بس انت ليبيال وباليتال كله ضمن حدود الانامل، فكون مطمن من هالناحية. ولهذا اصلا احنا من نسوي كلاس 4 ده نبتعد عن موضوع البن. ليش؟ لان ده نعتمد على الانامل الموجود بالاطراف. اذا عدنا دايستيما فشنو لازم نسوي بيها؟ يعني لازم نقص هاي المكان؟ لا مو بالضرورة دكتور اريان، يعني من يكون احنا عدنا دايستيما الفينش لاين اللي دا نسويه احنا ليبيالي لازم نمده ميجيالي، يعني نعبر على الباليتال، تمام؟ يعني الريدكشن هم يكون على الميجيال سايد مال الدايستيما حتى نحصل على اميرجنس بروفايل. هسه من يشوفون البريبريشن راح الامور تكون واضحة بالنسبة لكم. ليش ما نستخدم التايبر دائما؟ دكتور ليث ممكن تستخدم التايبر دائما، بس انا بصراحة ما يعجبني التايبر، يعني تحسه مال هذول الكسولين اللي يخلي البير على الناتشورال توث وما له علاقة. لا انت لازم شوية يعني يصير عندك هاي الهاند كنترول او الهاند سكيل، انه لازم تعرف شلون تسوي انكلينيشن بالبير. فاني افضل دائما البارل ويل افضل. طبعا بحالات الدايستيما دكتورة آيات، بحالة الدايستيما الأفضل إنه الميجيال سايد نسوي له بريباريشن. هي بالحقيقة مو بريباريشن، وإنما الفينش لاين اللي حنسويه ليبيالي لازم نمده وين؟ نمده على نمده للباليتال سايد، يعني البروكسيمال وول كله يكون يصير بي ريدكشن وينرسم الفينش لاين بي سيرفايكالي. دكتور محمد عنوان المختبر، هواية هواية أنا أتعامل ويا مختبرات يعني داخل العراق وخارج العراق، بس أهم شيء يكون الكوميونيكيشن بينك وبينه يكون عالي، مو عن طريق الصور، العفو مو عن طريق الكتابة وإنما عن طريق الصور. شنو الديس أدفانتج لإجراء البريبريشن من خلال الموكب؟ ما عدنا دكتور أضحى ما عدنا أي ديس أدفانتج. الديس أدفانتج الوحيدة هو كوستي، انه لازم تصرفين فلوس اكثر، لان الموك اب لازم تاخذين طبعه وتدزيها لابو المختبر، ابو المختبر يسوي لك واكس اب ويدز لك اندكس، انت راح تخلين التيمبوراري ماتيريال بالاندكس وتسوي له انسيرتد انسايد بيشنت مود. دو يو بريفير تايبرد اور بارالل جروف؟ انا طبعا افضل البارالل جروف، تمام. الويلز كل ما تكون parallel to each other أفضل، حتى أني أسوي inclination بالشي اللي يعجبني أني، ويكون عندي control عالي على الهاند بيس. بالضبط دكتورة، نفس ألوان الفايلات. زين ماكو أي contraindication للpreparation through the mockup. contraindication الوحيدة أنه كوستي، راح نضطر نضيف يعني نخلي additional price. زين راح نجي على الستيج مال البريبريشن. احنا عندنا تو ستيج. ستيج 1 اللي هي شنو؟ كاتينج اند دروينج ذا اوتلاين،
بالنسبة للثري ويلز اللي حكينا عليه. بعدين راح نخلي الفيرست ريتراكشن كورد، خلصنا من ستيج 1 مال البريبريشن مال الفينير. نجي على الستيج 2 مال البريبريشن مال الفينير، اللي هي شنو؟ اللي هي المارجن ريبوزيشنينج اند بولشينج. احنا قلنا من نخلي الفيرست ريتراكشن كورد اللثة راح تصعد لي فوق، يعني ايش راح يصير عندي؟ فيرتيكال ديسبليسمنت للقم، فبالتالي اني اقدر اسوي ريبوزيشنينج للمارجن لان الفينيش لاين عندي صار سوبرا كلش. وراها راح اخلي السكندري تراكشن كورد حتى اخذ الطبعه مالتي. زين هسه راح نجي على هذا الكيس راح نتناقش به. هذا الكيس شنو؟ بنيه اسمها دينا، عمرها 24 سنه، اعتقد هي ويانا باللايف دا تشوف الحاله. مشكلتها شنو كانت؟ مشكله دينا انه عندها سبيسز بين الاسنان، تمام، والدايمنشن مال الاسنان ما متساوي، فهي رادت توحد الشكل واللون مالتهم وايضا السايز، رادت انه الدايمنشن يكون متوحد ما بين الاسنان. زين تشيف كومبلين مالتها قلنا I don't like the shape and size of my upper front teeth. من راح نجي احنا راح نشوف البروفايل مال البيشنت باللو سمايل والميديوم سمايل والهاي سمايل، ايش قد يطلع منها هاي الكلوز اب سمايل مال البيشنت، تمام. زين تشيف كومبلين حكينا بالشيب والشيد مال الاسنان، اكو سبيسز بين الاسنان. شنو التريتمنت بلان؟ التريتمنت بلان مالتنا هي راح نسوي 6 يونت ليثيوم دايسيليكيت اي ماكس من الكناين للكناين. هذا الاوكلوجن مالتها، هاي الاو بي جي مالتها. طبعا كلش ضروري انه احنا نشيك الاو بي جي مال الاسنان قبل ما نسوي بريبريشن للاسنان، كلش كلش هذا شيء ضروري، حتى اذا عندنا اسنان بها روت كانال تريتمنت ممكن نعالجها، اذا عندنا اسنان تحتاج ري تريتمنت بالنسبه للروت كانال، اذا عندنا وايدنينج بالبي دي ليجمنت، اذا عندنا بري ابيكال ليجن، هاي الامور كلها راح نعالجها قبل ما نسوي فاينل بروستيسيس مالتنا. زين هاي الانيشال سيتويشن مال الحاله الكلوز اب. زين انا لازم اجي اسوي دي اس دي. دي اس دي اللي هو ديجيتال سمايل ديزاين، انا راح اجي ارسم الاسنان واسوي فد ايماجينري دايمنشن بالنسبه للاسنان، واتناقش ويا المريضه اقول لها مثلا الاسنان مالك راح يكون هذا حجمها، يعني البوث لاترال لازم اني ازيد اللينث مالتهم، البوث كناين لازم ازيد اللينث مالتهم، فشنو رايك انت بالدايمنشن؟ هي المريضه غالبا تقول لك اوكي، بس اكو بعض البيشنت يقول لك دكتور انا اقدر اشوفه يعني انسايد ماي ماوث، يعني ما اريد اشوفه بالصوره، اريد اشوفه بالحقيقه، شلون راح تصير الاسنان مالتي؟ انا هنا راح اضطر ايش راح اسوي؟ راح اخذ طبعه للاسنان، هاي الطبعه اخذتها وراح اصبها، وين راح ادزها؟ راح ادزها لابو المختبر. ابو المختبر ايش راح يسوي على هاي الطبعه؟ راح يسوي لي فد شيء اسمه واكسب، تمام تشوفون سوالي فتشي اسمه واكسب، يعني اني اخذت الطبعة دزيتها الها هو صبها سوالي واكسب على الاسنان. هذا الواكسب السوالية مو بكيف سواه، سواه بناء على الديزاين اللي اني قلت له عليه، وكمية الثيكنس مال الواكس اللي خلاها هو على الليبيال سيرفس ايضا اني قلت له شقد يخلي، يعني اقول له مثلا الثيكنس مال الواكسب خليه 0.3 على سبيل المثال، او سويه مثلا 0.2، فحتى الثيكنس مال الواكس اللي راح يخليه على الليبيال سيرفيس اني ايضا متحكم به. زين ايش راح يسوي لي ايضا ابو المختبر؟ راح يسوي لي اندكس. شنو هي الاندكس؟ راح ياخذ طبعه فوق الواكسب اللي هي هاي اسميها اني اندكس. اني ايش راح اجي اسوي هاي الاندكس؟ ايش راح اخلي بيها؟ راح اخلي بيها تيمبوراري ماتيريال. التيمبوراري ماتيريال اللي راح اخليها اني بالاندكس يا اما تكون بسكريليك ماتيريال او بروتيمب ماتيريال، يعني نفس الشيء هاي او هاي، راح اسوي انجكشن للتيمبوراري ماتيريال انسايد الاندكس، تمام. لازم التب مال الجن مالتي تكون باعمق نقطه بالنسبه للاندكس، ليش؟ حتى اتجنب الفويدز او الاير بابل حتى لا يصير عندي هذا الشيء، وراح اترس كل الاندكس، تمام.
دكتور، يمكن دكتور محمد يمكن سألني أو دكتور علي سألني شلون راح أثبت الموكب إنسايد بيشنت ماوث. أنا مجرد راح أخلي التيمبوراري ماتيريال بالإندكس، وأجي هاي الإندكس أخليها وين؟ إنسايد بيشنت ماوث، من دون أي إتشينج ومن دون أي بوند مباشرة. تمام؟ إيش قد راح أنتظر؟ راح أنتظر تقريبا من دقيقتين إلى 3 دقائق لحد ما يصير عندي فول سيت. ورا ما يصير عندي فول سيت راح أشيلها. ورا ما شلتها شفت انه الماتيريال هي فول سيت، بس هنا صار عندي فد اير بابل بسيطة. هاي الاير بابل طبعا انا عالجتها عن طريق فلاوبل ماتيريال، ايضا من دون اتشينج او بوند، فقط فلاوبل ماتيريال على هالاريا، ذات سيت. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي هاي الاريا اللي هي بالانتردينتال بابلي، هاي لازم اني اشيل الاكسز. تمام؟ باو هنا ورا ما شلت الاكسس اللي موجوده عن اللي موجوده بالانتردينتال اريا، شلون الانتردينتال بابلي قام يصير بيها جروث. تمام؟ صارت المكان كلين وكلير. طبعا هاي النقطه كلش ضروريه، لان كل ما اني صار يعني صار عندي ريسبكت للسوفت تيشيو، كل ما الديورابيليتي مال البروستيسيس مالي راح تزداد. بدل ما تطول 5 سنوات راح تطول 7. تمام؟ فدائما أنا لازم أحترم السوفت تيشيو، شيء كلش كلش ضروري إنه أنا أحترم السوفت تيشيو. كملت الموك أب إنسايد بيشنت ماوث. تمام؟ إيش راح أخذ الساعة؟ راح أخذ صورة بالسمايل وأشوفها للمريضة، أقولها شنو رأيك بالأسنان. المريضة هنا راح تشوف الأسنان بحلقها، راح تشوف الدايمنشن مالتهم، راح تشوف الكلر مالتهم. اذا عندها ملاحظات اني ممكن اعدلها دايركتلي انسايد ذا ماوث. يعني تقولي مثلا دكتور دا احس هذا الكناين شويه لونج، او هاي التب مال الكناين ما اريدها شارب اريدها راوندد، او مثلا التو لاترال شويه لونج اريد اقصرهم بعد. اي ملاحظه عندها البيشنت اني ممكن اسويها دايركتلي داخل الفم، وراها اشوف شنو رايها. من المريضه تقول لي اوكي دكتور عاشت ايدك، اني هاي الاسنان اريدها. حاليا البريبريشن مالتي شلون راح يكون؟ ثرو ذا موك اب، مو دايركت على الاسنان. ليش؟ لان اني ايش عندي هسه على الاسنان؟ الاسنان الناتشرال تيث، شكو فوقها؟ اكو فوقها تيمبوراري ماتيريال اللي هو الموك اب. البريبريشن مالتي راح يكون من خلال الموك اب اللي هو النوع اللي حكينا بالبدايه عليه، اللي قلنا كلش كونسرفاتيف، كلش يكون يحافظنا على كمية الريدكشن ويحافظ على الانامل. ايضا راح اجي استخدم هذا البير اللي هو الثري ويلز الثري جروف جايدد بير، راح اسوي انكلينيشن سيرفايكالي، انكلينيشن انسايزالي، وبالميدل بارت البير يكون بارالل للنوج اكسس مال التوث. راح اسوي جروفات. تمام؟ ورا ما سويت جروفات على الاسنان راح اجيب قلم رصاص عادي. هذا قلم الرصاص ايش راح اسوي بيه؟ راح اسوي ماركر على الجروفات اللي سويتها اني. تمام؟ راح اسوي ماركر على كل الجروفات. ليش؟ حتى النكست ستيب الخطوه اللي وراها من اجي اشيل التوث ستراكشر الموجود بين هاي الجروفات، يعني من راح اشيل هاي الاريا وهاي الاريا، اظل اخذ من التوث سيرفيس لحد ما يبدي يختفي عندي الماركر. من يبدي يختفي عندي الماركر يعني هذا انديكيشن او فد علامه انه اني لهنا لازم اوقف، لهنا وصلت الديبث اللي حدد لي البير الاولاني. هنا راح اشيل كل التوث سيرفيس او كل التوث ستراكشر، كل الماتيريال الموجوده بين الجروفات. طبعا بالمناسبه اني هنا ايضا لازم اسوي انكلينيشن بهذا البير، حاله حال البير الاولاني ابو الثري جروف، هم لازم اسوي انكلينيشن سيرفايكالي وانكلينيشن انسايزالي. راح اظل اشيل من التوث سيرفيس لحد ما يبدي يختفي عندي الماركر. احنا لحد هسه بالكلر كود شنو ده نستخدم ستيج 1، اما يكون اسود او اخضر او ازرق اللي هم الكاتينج افشنسي مالهم كلش عالي. زين هسه ورا ما كملت وشلت شو يبقى عندي؟ يبقى عندي الاكسس مال منو؟ مال الانتردينتال، العفو الاكسس مال البسكريليك ماتيريال.
هذا الأكسس مال بسكريليك ماتيريال بعد أني لازم أشيله بعد ما راح أستفاد منه خاصة بالإنتردينتال أريا، فلازم كله أشيله هذا الأكسس تمام حتى أبدي شو أسوي وراها، أبدي أعمق الفينيش لاين مالتي وأخلي الفيرست ريتراكشن كورد. راح أجي أخلي شنو؟ راح أجي أخلي الفيرست ريتراكشن كورد مالتي. زين هنا سؤال، الفيرست ريتراكشن كورد إيش قد الحجم مالته؟ بالنسبة للحجم مال الريتراكشن كورد هذا الشيء يعتمد على البايو تايب مال اللثة. يعني أنا أستخدم ترابل زيرو لو دبل زيرو لو زيرو لو واحد لو اثنين بالنسبة للسايز مال الريتراكشن كورد، ما أكو فد رول أنا أمشي عليها. هذا الشيء يعتمد 100% على البايو تايب مال اللثة. إذا كانت ثن، إذا البايو تايب مال اللثة كان ثن، يعني اللثة بالسيرفايكال بارت كانت كلش ثن، أنا ممكن أستخدم الترابل زيرو أو الدبل زيرو أو الزيرو. بس إذا كانت اللثة مثلا عندي كلش ثك ممكن أستخدم واحد أو اثنين. ورا ما خليت الفيرست ريتراكشن كورد جوا اللثة، الفينيش لاين مالي بين كلش واضح هنا، لأن اللثة صار بيها شنو؟ vertical displacement، نزلت لي جوا، فالفينيش لاين مالي صار وكأنه سوبرا تمام. هسه راح أجي أستخدم البيرل كلر كود ماله أصفر، راح أجي شو أسوي؟ أسوي فينيشينج وبولشينج للفينيش لاين مالتي من الميجيال إلى الديستال. هنا مثلا على سبيل المثال عندي دايستيما، فش راح أسوي؟ الإكستند مال البريبريشن مالتي لازم أعبر وين؟ أعبر على الباليتال بي تمام؟ لأن عندي شنو؟ لأن عندي سبيس. أثناء البريبريشن مالتي دائما لازم أشيك الفينيش لاين مالتي، أشوفه سموث كونتينيوس فروم وان سايد تو اذر سايد لو لا. اجيب شارب تيب او شارب بروب، شيك اشيك الفينيش لاين، اشوفه سموث كونتينيوس، الثيكنس ماله ميجيالي نفس الديستال، ده شوفون شلون صار بي اكستند من ناحيه الميجيال تمام. ورا ما شيكته اوكي، راح اجي استخدم السوفت ليكس ديسك. طبعا هذا شيء كلش ضروري حتى اني اشيل بي كل الشاربتشز، كل الريجولاريتي، ما يكون عندي اي رفنس بالاريا، راح اشيلها كلها. طبعا التريكس الموجوده هنا شنو؟ دائما من استخدم هذا الديسك لازم استخدم سلو سبيد، يعني سبيد كلش قليله، ما لازم يكون السبيد عاليه. النقطه الثانيه لازم يكون عندي انتربت التاتش، يعني الطخات مالتي تكون متقطعه، ما انه اخلي السوفت ليك ديسك ان كونتاكت مع التوث، لا هيك طخات متقطعه. هنا دكتور كرار دا يسال دا يقول how can I prepare through the mockup without damaging the mockup itself while it is an acrylic as mentioned previously and it is not have attached to the tooth. لا هي الماتيريال هي مو اكريليك، هي بسكريليك ماتيريال. الماتيريال مال الموكب بسكريليك ماتيريال او برو تيمب ماتيريال، هي تيمبوراري ماتيريال. شلون راح تثبت على الاسنان من دون اتشينج بوند؟ هي كيميكال رياكشن السيت ماله، يعني من راح اخليها بالموك بالاندكس واخليها انسايد بيشنت ماوث، من راح يصير بيها فول سيت راح يصير بيها شويه شرنكج، هذا الشرنكج راح تقفل هي على الناتشرال تيث على الاسنان، فبالتالي راح تثبت، فاني راح اسوي له بريبريشن من خلالها. زين هسه راح نجي على البير الاخير اللي راح اسوي بيه فينيشينج وبولشينج للفينير مالتي. طبعا هنا لازم اني استخدم الووتر، الكولينج سيستم كلش كلش ضروري هنا تمام، حتى شنو؟ حتى ما اخلي اي رفنس اي irregularity اي شاربتشز، كل الامور اشيلها. استخدم هذا الربر او السيليكون بير ويا الووتر ضروري، لان هذا البير يولد لي حرارة. ورا ما راح اكمل استخدام هذا البير، هذا الفاينل بريباريشن مالتي. شوفون ال preparation مالتي
بهالاريا انا ايش عندي؟ عندي سبيس، ما دام عندي ميديان دايستيما سبيس بين التو سنترال، فالفينش لاين مالتي من يجي سيرفايكالي تمام ميجيالي هنا راح يطب، يعني راح اسوي ريدكشن بالبروكسيمال اريا لحد الباليتال، وهنا ايضا كذلك. ليش؟ حتى احصل على فشي اسمه ايمرجنس بروفايل بهالاريا. هذا الليبيال سيرفيس مال البريبريشن مالتي، وهذا ايضا شنو؟ هذا الباليتال. اذا تلاحظون هنا الفينش لاين كلش واضح، راح امشي بيه الفينش لاين، راح امتد وبالبروكسيمال اريا ايضا امتد على البلي على الـ يعني البروكسيمال كله اسوي له لحد الباليتال. الفينش لاين مالتي راح يموت بالضبط ويا الباليتال سايد. بالضبط دكتورة مها، هذا الكيس كان لايف بيشنت فينير، ذاكرتش قوية عاشت ايدك. زين الدي اس دي، هنا دكتورة نور دا تسأل الدي اس دي انت سوي له برنامج لو ابو المختبر؟ طبعا دكتورة كله نقدر نسويه اني وابو المختبر والبرنامج. هو اكو اكو تيمبليت معين تنزلين بيه انت الحالة وتبدين تسوين دي اس دي، او ممكن انه تدزين فقط صورة لابو المختبر وابو المختبر هو يسوي ليش دي اس دي، وبناء على الدي اس دي راح يسوي واكسب تمام. بس خلي ببالك نرجع ونقول لازم تتعاملين ويا ابو مختبر وبروفيشنال حتى ينطيك الشيء اللي انت تريدي او اللي هو يكون ببالك. دكتور على اي اساس نحدد الثيكنس مال الواكسب؟ الثيكنس مال الواكسب مثل ما قلنا نحدده up to you، يعني ممكن انت تطلبين من ابو المختبر انه يحدده 0.2، يعني هو ماكسيمم اما 0.3 او 0.4، ما يسوي لا اقل ولا اكثر، يعني هذا الرينج مالته. فانت دائما من تقولي لابو المختبر سوي الثيكنس مال الواكسب 0.4. ليش؟ حتى انت تعرفين يا بير تستخدمين، حتى تعرفين ايش قد تاخذين انت من الناتشرال توث تمام. يعني مثلا انت البير مال عندك بيرين بالعياده، واحد الديبث ماله الفاينل ديبث 0.2 والاخ 0.4، ياهو راح تستخدمين؟ ما تعرفين ياهو راح تستخدمين. ليش؟ لان انت ما تعرفين ايش قد الثيكنس مال واكسب. فممكن انت تنطين خبر لابو المختبر تقولي له اريد الثيكنس مال واكسب 0.4، حتى من تجين تسوين ريدكشن تعرفين انه ال 0.4 كلها رايحه لمن؟ للموكب، للموكب اللي موجود على الاسنان. فايش قد الريال ريدكشن اللي دا يصير على الناتشرال توث؟ راح تعرفين ايش قد الرقم تمام. وشغله كلش مهمه حكيناها اللي هي الكلر كود مال البير، لا تستهينون بيها. لازم تعرفون شنو الأصفر شنو الأخضر شنو الأزرق، هاي تخلوها ببالكم دائما. زين دكتور شنو نستخدم تيمبوراري لحد ما يجي الاندكس مع المختبر؟ لو تاخذ اندكس قبل البريبريشن وتراجع تيمبوراري. طبعا دكتورة يعني أني أخذ امبريشن للحالة وادزها للمختبر يدزولي الواكسب وياها الاندكس، يلا ذاك الوقت اسوي بريبريشن للاسنان، يعني ما اسوي بريبريشن واقعد انتظر الاندكس. زين هنا اني التيمبوراري ماتيريال اللي استخدمها هي اللوكسا تيمب مال دي ام جي، شركه دي ام جي التيمبوراري مالتهم استخدم. عندهم تو تايب من التيمبوراري، عندهم تيمبوراري اللي هو النورمال اللي هو يبقى لحد 3 اشهر انسايد بيشنت ماوث اسمه لوكسا تيمب ستارت. عندهم النوع الثاني مال التيمبوراري اللي هو يسموه سيمي بيرمننت، يعني هذا يبقى لمده 3 سنوات تمام. ممكن نخليه انسايد بيشنت ماوث لمده 3 سنوات، يعني هاي الدول الفقيره تستخدمه از بيرمننت ريستوريشن. بس لا تستخدموا لا شوفوا يعني رخيص يبقى 3 سنوات inside patient mouth فتبدون تستخدموا as a final تمام، يعني as يبقى as a temporary. لا 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 ما استخدم. دكتور اريان يسأل يقول نستخدم التيفلون تحت الموكب؟ لا ما نستخدم تيفلون تحت الموكب ولا حتى ريتراكشن كورد، يعني الموك اب يكون دايركتلي على الناتشرال تيث،
من دون اي حاجز، من دون اي تفلون او ريتراكشن كورد او اتشينج او بوند، دايركت. دكتور حيدر يسأل يقول من اخلي التمبوراري ماتيريال بالاندكس وتسيد واريد اشيل الاندكس، مرات بعض الماتيريال تبقى بالاندكس، شنو السبب؟ السبب دكتور انه ما اكو سبيسز بين الاسنان، مرات يعني هواية مرات انه من تخلي الاندكس انسايد بيشنت ماوث، من تجي تريد تشيلها يا اما الاندكس كلها تطلع، يا العفو يا اما التمبوراري ماتيريال كلها تطلع ويا الاندكس، يا اما نص يبقى على الاسنان ونص يطلع. هنا شنو المشكله؟ المشكله انه التمبوراري ماتيريال ما طبت بمنطقه بيها اندركت حتى تبقى مشلبه بالاسنان. احنا شنو هي المنطقه اللي يصير بيها اندركت؟ من يكون الحاله سبيسز، الحاله من تكون سبيسز من تشيل الاندكس، الاندكس وحده تطلع ما يطلع بيها ماتيريال، بس من يكون تايت كونتاكت لا راح تطلع، فانت لازم شنو هيدي تشيلها للاسنان، العفو هيدي لازم تشيل الاندكس من الاسنان. ممكن احط فد ماده بين الاندكس والتيمبوراري؟ لا دكتور ما يصير تخلي اي ماتيريال، ما يصير تخلي اي ماتيريال، وحتى وايفن حتى لو كان فازلين، اي سيبارينتنج ميديوم ممنوعه بين الموك اب ماتيريال وبين الناتشورال تيث، لان هي السلايفا الموجوده على الاسنان او الهيوميديتي اللي موجوده مال البيشنت انسايد بيشنت ماوث هي اكت از ا سيبارينتنج ميديوم، فماكو داعي انت تخلي اي شيء. كيسات نستخدم بيها يا كيسات نستخدم الموكب؟ دكتورة الكيسات اللي نستخدم بيها الموكب غالبا تكون هي كيسات السبيسز. ليش؟ لان بالسبيسز احنا الاسنان راح نعرضها وراح نزيد اللينكث مالتها، فدائما الحجم مالها يكبر، فنخاف من ردة فعل المريض. يعني مرات المريض مثلا ما يوافق عليها، يقول مثلا اسناني صارت كبيرة، فحتى احنا نكون بالسيف سايد او بالسيف زون it is better انه شنو نسوي له موكب حتى يشوف الاسنان. الكورد عفوا الكورد انا استخدم الترادنت، كلش نوعية فاخرة وكلش بيرفكت، يعني صار 4 سنوات استخدم ريتراكشن كورد مال الترادنت. بالنسبة للأداة مالته هي أداة خاصة اسمها ريتراكشن باكر، اسمها ريتراكشن باكر، سعرها $70. ومن من ابدي انسيرشن بالنسبة للريتراكشن كورد دائما ابلش اما ميجيال او ديستال، كلش كافي اما ميجيال او ديستال كلش كافي. ممكن نستخدم انه الوان لاين اوف ذا كورد؟ يس وي كان، بات ات از بيتر انه السكند ريتراكشن كورد يكون وان لاين ريتراكشن كورد، تمام؟ يعني دائما الفيرست ريتراكشن كورد لازم يكون انتربتد، مقطع، يعني كل توث الى قطعه صغيره من الريتراكشن كورد، يعني قطعه واحده مالته ما ريتراكشن كورد. من اجي على السكند كورد اللي راح اخليه اني قبل الطبعه، it is better انه هذا يكون قطعه واحده لاين واحد، باعوه نفس هذا الفيديو. انتبهوا على هذا السؤال كله كان حلو مال الدكتوره، تقول السكند ريتراكشن كورد عادي اخليه قطعه واحده وان لاين؟ طبعا it is prefer انه السكند ريتراكشن كورد يكون وان لاين حتى الريموفال ماله يكون ايزي، بس الفيرست يفضل انه يكون قطعه واحده، تمام؟ يعني هنا انا ايش دا اسوي؟ هذا السكند، تمام، هذا السكند ريتراكشن كورد باعه، من اشيله قطعه واحده يكون وان لاين، فبالريموفال ماله يكون ايزي. بينما الفيرست تشوفون الفيرست بعده موجود، الفيرست يكون كل توث قطعه واحده، تمام، محطوط قطعه واحده، اوكي. الفينيش لاين نخليه ويا الجنجيفال وبعد الريتراكشن كورد؟
لا الفينش لاين نحدده قبل ما نخلي الريتراكشن كورد، تمام؟ يعني الفينش لاين احنا نحدده قبل ما نخلي الريتراكشن كورد. ليش؟ لان الريتراكشن كورد دائما يخدعنا، يعني مرات يسوي لنا مثلا 0.2 ريتراكشن للقم، مرات 0.5، فمو ثقه، ما نقدر نعتمد عليه. فاحنا دائما نحدد الفينش لاين مالتنا ويا مستوى اللثه، بعدين نخلي الريتراكشن كورد. الريتراكشن كورد ايش قد ما حيسوي لنا الريتراكشن، ما راح ياثر علينا، يعني ما راح نعتمد عليه. هاي ان شاء الله نسوي فد يوم لايف على الفينش لاين، لان هواي يصير بي مس اندرستاندينج. ان شاء الله الفيديو، يعني هاي المحاضره راح تبقى لمده يومين على الاكاونت مالتي، ورا اليومين ان شاء الله نمسحها حتى نرتب على محاضره ثانيه. دكتور، على اي اساس نحدد الواكس ثيكنس؟ it is up to you، انت تحددي حتى تعرفين ايش قد راح تسوين ريدكشن. يعني من انت تحددي تقولي لابو المختبر 0.2 او 0.4 او 0.6، انت دا تعرفين ايش قد الثيكنس حتى تعرفين ايش قد تاخذين اثناء البريبريشن. فانت تحددي الج، يعني حتى تعرفين ايش قد حتسوين ريدكشن. لا مو صعب، مو صعب انه نسوي اكستند بالنسبه للفينش لاين مالنا باليتالي، لان احنا دا نسوي البريبريشن مالتنا ليبيالي على الليبيال سيرفيس، دا ناخذ ريدكشن ميجيال وديستال شويه، دا نعبره. يعني انت لا تتخيل انه الفينش لاين كله نعبره على الباليتال، لا، بس هيجي نميته ويا الباليتال، تمام؟ نميت الحافه ماله ويا الباليتال. ماكو داعي انه نخلي الدكتور علي علي مؤيد، دكتور ماكو داعي انه نخلي الريتراكشن كورد باي هيموستاتيك ايجنت او سمثينج لايك ذس، يعني دايركت، لان هو اصلا الريتراكشن كورد يجي ويا ادرينالين الابينفرين اللي هو الفازو كونستراكتر، فكلش كافي، ماكو داعي تغمسه باي ماتيريال او سوليوشن. إذا عندكم بعد أسئلة هنا دكتورة نازا، if we don't do mock-up how you can't improve with the first impression only. طبعا إحنا إذا ما كان عندنا temporary material، فلازم قبل ما نسوي preparation للأسنان لازم ناخد طبعة، تمام، ونكمل preparation مالتنا ونخلص، وراح نجيب التيمبوراري ماتيريال نخليها بالطبعة الأولانية اللي أخذناها للمريض اللي هي قبل ما نبلش preparation، نخلي التيمبوراري ماتيريال بالطبعة ونرجعها نسوي لها inserted inside patient mouth. شلون نعرف دكتورة سمية، شلون نعرف أثناء preparation صار exposed للدينتين؟ هنا راح تعتمد على عدة عوامل. أول شيء تعتمد على الإكسبيرينس، إحنا راح نقدر نميز هذا إنامل هذا دينتين. الشغلة الثانية عن طريق الكلر، اللون، إحنا راح نميز إنه هذا دينتين هذا إنامل. الشغلة الثالثة من نسوي فول دراينس على التوث راح نشوف إنه الإنامل يبين وكأنه تشوكي أبيرنس، بس الدينتين راح يبين شايني نتيجة الفلويد الموجودة بيه. فهاي عدة شغلات نقدر نميز بيها احنا سوينا اكسبوز للدينتين لو ما سوينا اكسبوز للدينتين. شنو نوع السمنت اللي نثبت بيه التيمبوراري؟ دكتور علي مؤيد، بالنسبة للسمنت اللي نثبت بيه التيمبوراري عندنا تو تايب، يا اما ما تستخدم اي سمنت، لان اصلا هو التيمبوراري من راح يصير بي سيت راح يصير بي شرنكج، فاوريدي هو راح يلزم الاسنان، يا اما تستخدم اكو فتشي اسمه تيمبوراري سمنت، تمام، مع شركة دي ام جي، هو temporary cement اللي هو نستخدمه حتى نثبت بيه الموكب، او ممكن تستخدم التي اف الريدي ميت الاعتيادية، مجرد تخلي عليها شوية مي وبالسباتشولا تدوسها تسوي لها ميكس حتى تحولها من السوليد على الكريمي ستيج وتستخدمها از سمنت. طبعا هو الموكب هو نفسه temporary the same،
بس احنا من دا نسوي preparation من خلاله نسميه موكب، بس هو بالحقيقة temporary. بالضبط، وممكن نخليه المريض يلبسها لمدة شهر شهرين، كلش اعتيادي. next time ان شاء الله we're talking in English and we will repeat this lecture in English language ان شاء الله. I can't يعني بعد ايش عندنا دكتور شو دايركت فينير كومبوزيت، نفس البروبو نفس البيرات. اكيد اذا نشتغل احنا دايركت كومبوزيت طبعا البروب لازم شويه يكون اقل، واما بالنسبه للبيرات هي نفسها اللي قلنا عليها مال شركه في اي اللي هي الاستردنت ذا سيم، نفس البيرات بس كميه ريدكشن حتكون اقل. اللايف حيتسيف لمدة يومين، بالضبط حيبقى لمدة يومين على الاكاونت. الامبريشن اللي ناخذها حتى نوديها للمختبر اللي على اساسه يسوي الواكسب، ناخذها اجنيت لو سيليكون لو نوع محدد. ها الطبعة اللي ناخذها للاسنان وندزها للمختبر حتى يسوي عليها واكسب، بشنو ناخذها؟ طبعا الافضل انه تاخذها انت باي سيليكون امبريشن ماتيريال، اي سيليكون امبريشن ماتيريال، وممكن تاخذها بالالجينيت بس لازم انت تصبها، يعني انت تصبها بالعياده لان الالجينيت يصير بيه دايمنشنال تشينج بسرعه. تمام، فانت تحفظها افضل. الاندكس ضروري انه نخليه قبل البريبريشن لو لان المريض طلب يشوف النتيجة؟ لا مو بالضرورة دكتورة، يعني احنا نخلي التيمبوراري او الاندكس انسايد بيشنت ماوث حتى المريض يشوف الفاينل ريزلت، لان مرات المريض يعني يتفاجأ بالنتيجة يقول ها اسناني صارت لارج مثلا، ما حلوة، ما عجبتني الريزلت. فاحنا حتى نكون بالسيف سايد وبالسيف زون نسوي هاي الفقرة، المريض حتى يشوف الاسنان فقط لا اكثر ولا اقل، وممكن نشيل التيمبوراري من فم المريض ونسوي بريبريشن دايركت على الاسنان، يعني مو بالضرورة الا نسوي بريبريشن من خلال الموكب. يعني انا مرات اسوي موكب واخليه انسايد بيشنت ماوث ويشوف المريض ويقتنع بي، ارجع اشيله واسوي بريبريشن دايركت على الاسنان مو من خلال الموكب، مو بالضرورة. دكتور عباس بالنسبة للكيسات اللي هي تكون H to Edge، طبعا ال H to Edge هي واحدة من الكونترا انديكيشن مال الدينتال فينير، ما نقدر نسوي دينتال فينير بالبيشنت اللي عنده H to Edge، لان غالبا هذا البيشنت لازم نشتغل له فول ارتش حتى نفتح البايت مالته، حتى قدر الامكان نسوي اوفرلاب بالنسبة للاسنان الفوق على الاسنان الجوة. تمام، فغالبا هذا انديكيتد فور كراونز not indicated for veneer، فواحدة من الكونترا انديكيشن مالته واحدة من الكونترا انديكيشن مال الدينتال فينير هو ال H to Edge. بالنسبة للريتراكشن كورد من ناخد طبعة راح نشيل السكند ريتراكشن كورد، شلون هذا الفيديو؟ لاحظوا هذا الفيديو، هذا السكند ريتراكشن كورد، هذا السكند ريتراكشن كورد راح نشيله احنا فقط السكند، اما الفيرست راح يبقى موجود. تمام، دشوفوا هذا الفيرست هنا، الفيرست راح يبقى موجود، فقط نشيل السكند ريتراكشن كورد. وش نخلي بمكان السكند؟ راح نشيله ونخلي بمكانه اللايت ماتيريال. اي دكتور ممكن تخلي انت تيمبورر لمدة 3 سنوات، بس لازم تستخدم اللوكسا كراون اللي هو السيمي بيرمننت تيمبورر ماتيريال، وماكو داعي تخلي له اتشينج بوند، ممكن تخلي له التي اف العادية الريدي ميد، بس مثل ما قلنا لازم شوية تخلي لها ووتر وتسوي لها ميكس حتى تحولها من السوليد ستيج للكريم ستيج. تمام، بس المريض ما راح يرجع اصلا، من راح يشوفه بعد ما راح يرجع، فبي كيرفل. دكتور الحسني
دكتور محمد الحسني، اور سيلفر ممبر. حبيبي دكتور محمد، شرفتني بوجودك. How we can get sure that all proximal surfaces are prepared while do preparation through the mock-up in space cases. ها دكتور مراد كل سأل سؤال حلو، قال احنا شلون نتأكد انه سوينا preparation للproximal area واصلا البروتيم ماتيريال موجودة بالproximal area. بالضبط احنا ما عندنا اي guarantee لهذا الشيء، ولهذا اذا تلاحظ دكتور احنا ورا ما كملنا preparation مال labial surface جينا شلنا التيمبوراري ماتيريال. يعني هنا ورا ما كملنا البريبريشن مال كل الليبيال سيرفيس جينا شلنا شنو بسكريليك ماتيريال او التيمبوراري ماتيريال منين؟ من الانتردنتال اريا، من مكان السبيسز. شوف شلون كلها شلناها هاي اللي هنا، حتى النكست ستيب الخطوه اللي وراها من راح اجيب هذا، من راح نخلي الفيرست ريتراكشن كورد راح نجي نسوي بريبريشن، راح نسوي بريبريشن بهالاريا تمام، لان احنا فقط على الليبيال هنا كان اكو تيمبوراري ماتيريال. هسه راح نجي نسوي بريبريشن على الانتر بروكسيمال اريا. اي دكتور حسين ان شاء الله البث راح يسيف لمده يومين على الاكاونت ان شاء الله. اكيد اكيد احنا ممكن نستخدم غير اداة بالنسبة للريتراكشن كورد، يعني احنا ممكن نستخدم هاي الاداة اللي هي الكورد باكر، بس هاي طبعا تكون غالية يعني $70 كل سعر مبالغ به. احنا ممكن نستخدم اي اش او ممكن نستخدم اي كومبوزيت انسترومنت تمام، ممكن نستخدمه كلش كلش اعتيادي، او ممكن حتى الكارفر مال امالجم، بس التب ماله نسوي له ريدكشن ان هاي الحافة الحادة مالها نميتها ونستخدمها للكورد باكر كلش كافي. هاي الاداة اسمها كورد باكر. شكرا جزيلا دكتورة غدير، شكرا دكتور ليث. دكتور مرتضى دا يسأل على الفينش لاين، يقول إذا الفينش لاين كان سب جنجايفل نسوي ورا ما نسوي سوبرا؟ لا دكتور مو هيجي، مو هيجي الموضوع. احنا الفكرة مال الريتراكشن كورد، العفو مال الفينش لاين، انه احنا بالبداية نخلي الفينش لاين مالتنا ويا مستوى اللثة تمام، ورا ما نخلي الريتراكشن كورد اللثة راح تصعد لي فوق. ايش قد احنا راح نرفع الفينش لاين مالتنا؟ احنا نرفعه فقط 0.2. يعني اذا الريتراكشن كورد ورا ما خلينا رفع اللثة 4 مليم على سبيل المثال، ما لنا علاقة بش قد رفع اللثة، احنا راح نرفع الفينش لاين مالتنا فقط 0.2 عن اللثة فقط. دكتورة ريما، دكتورة جمان، شكرا جزيلا. دكتور مقداد شكرا، دكتور بنين شكرا. اعتقد الاسئله خلصت. بليتالي وامتدادة الى الاسفل. دكتورة ضحى اعتقد اكو وحده من الصور الفينش لاين بليتالي، ثواني يمكن اكو وحده من الحالات. هذا هناش عندنا بهالحاله، عندنا هنا هاي الحاله، هنا عندنا تايت كونتاكت ويا اللاترال بالنسبة للسنترال، وهنا عندنا ويا السنترال الثاني سبيس. فدشوفون الفينش لاين هنا وين ويا البروكسيمال وقف ديستالي، بس بالنسبة للميجيال لا، الفينش لاين عبر على البروكسيمال اريا وعلى البليتال. خلينا نشوفه اوكلوزالي، باعو اوكلوزالي شلون. يعني الفينش لاين ديستالي اجا ويا البروكسيمال وول، بس من اجيت على الميجيال واني عندي السبيس عبر الفينش لاين باليتالي تمام، عبر بروكسيمالي وباليتالي. بس اني هذا ما يعني انه اسوي فينش لاين باليتال للتوث، باليتالي للتوث لا، بس مجرد يعبر بروكسيمالي ويموت ويا الباليتال تمام، يتصفر بالضبط ويا الباليتال.
بالنسبة دكتور طه الاندودون الأورثودونتس مالتنا الورد دكتور طه، بالنسبة للإمبريشن ماتيريال احنا دائما نفضل الوان وان ستيب إمبريشن ماتيريال لسببين. السبب الأول حتى نحصل جارنتي انه احنا دا نسلط نفس البريجر بالنسبة للهيفي بادي وللايت بادي، لان انت تعرف الهيفي بادي واللايت بادي كل واحدة الكونسيستنسي مالتهم تختلف، فاحنا نخليهم سوا حتى نسلط بريجر واحد على الاثنين. الشغلة الثانية راح نتخلص من احتمالية انه نخلي الطبعة بغير مكانها، مثلا اذا احنا اخذنا بس بالهيفي بادي من راح نجي نشيلها من حلق المريض ونخلي بيها لايت ماتيريال نرجع نسوي لها انسيرتد مرة ثانية انسايد بيشنت ماوث، مرات ما نرجعها بنفس المكان او ما عندنا جارنتي انه راح نسلط عليها نفس البريجر. ولهذا دائما الريكومنديشن يكون على السنجل ستيب امبريشن ماتيريال. اكيد اكيد دكتورة نازا احنا دائما نستخدم الامبريشن ماتيريال اللي هي الاي سيليكون الاديشنال سيليكون، لان الدايمنشنال ستيبيليتي مال الاي سيليكون كلش عاليه والدايمنشنال تشينج مالتها كلش قليله. دكتورة مها التي اف نثبت بيها شسمه التي اف راح نثبت بيها التيمبوراري ماتيريال، تمام؟ يعني مرات البيشنت يلبس التيمبوراري لمدة 3 أسابيع الشهر لحد ما يجي الشغل من المختبر، فاحنا التيمبوراري ماتيريال حنثبت بيها التيمبوراري كراونز. فائدة السكند ريتراكشن كورد دكتور، السكند ريتراكشن كورد تسوي لي هوريزنتال ديسبليسمنت للقم، هوريزنتال ديسبليسمنت. انا ايش قد راح اخلي السكند ريتراكشن كورد؟ اخليها لمده دقيقتين وارجع اشيلها، ما اشيلها ورا دقيقتين مسويت لي مكان، هذا المكان ايش راح اسوي؟ ايش راح احقن بيه؟ راح احقن بيه اللايت ماتيريال، تمام؟ هاي الفكره مالته. دكتورة انت من راح تطلبين من ابو المختبر يعمل الثيكنس مال الواكس 0.4 حتشوفين البير مالك ايش قد الديبث ماله ايش قد الثيكنس مالته، فحتعرفين الفاينل بريبريشن بالنسبه للاسنان راح تتاكدين. وقت الصب دكتور منصور، وقت الصب بالنسبه للالجينات يعني يا اما ايميديتلي يا اما ورا 5 دقائق، يعني ماكسيمم 10 دقائق، من تعبر عن ال10 دقائق راح تتأذى، كلش راح تتأذى، يعني راح يصير بي دايمنشنال تشينج كلش قوي حيصير عندنا. دكتورة بنين يعني الدي اس دي ما ينشرح، لان يعني اغلب المختبرات هسه يعرفون يشتغلوا، فانت اشتغلتي او ما اشتغلتي فابو المختبر حيسوي، فماكو داعي انه نضيع وقت عليه. الافضل انه مثلا نشرح غير توبيك بدل ما نشرح عن الدي اس دي، لان بالاخير انت ما راح تستفادين منه، ابو المختبر هو اوريدي يسويه، فانت ممكن تطلبين من ابو المختبر يسوي دي اس دي وواكس اب ويدز لك الشغل. لا دكتور دير بالك، هنا الدكتور جدي يسال يقول اذا احنا اثناء البريبريشن سوينا اكسبوز للدينتين هل من الضروري انه لازم نسوي ريدكشن لكل التوث؟ يعني احنا سوينا اكسبوز للدينتين بمنطقة معينة، مو منطقي انه نحن نرجع نسوي اكسبوز للدينتين على كل المنطقة حتى نسوي ليفلينج، لا اكيد مو هيجي. خلص المنطقة سويت بيها اكسبوز للدينتين امرك الله، ما تقدر تسوي شيء، قدر الامكان حاول تحافظ على كمية الانامول بغير مكان، او اذا تقدر تسوي سيل الهاي المكان كلش بيرفكت، تسوي سيل عن طريق الفلاوبل، تخلي شوية فلاوبل على هالاريا وذات سيت كلش كافي. أعتقد الأسئلة خلصت، تمام. أنا كلش أشكركم، كلش أشكر وقتكم، تقريبا صار لنا ساعتين إلا شوية،
كل الشكر على هذا وقتكم، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا. إن شاء الله خلال يومين هم ننزل ستوري ونشوف شنو الموضوع الجاي اللي نحكي بيه حتى رتب المحاضرة عليه، وإن شاء الله الأسبوع القادم أو الورا بعونه تعالى نكون اللايف الثاني مالتكم. شكرا جزيلا للجميع، شكرا لوقتكم، أتمنى تكونوا استفاديتوا. وإذا أي سؤال عندكم ممكن تخلوه وراح نرجع له أيضا بالكومنتس، راح نسوي له نسوي عليه أنسر. أتمنى لكم ليلة سعيدة وجمعة مباركة. شكرا للجميع، شكرا.